بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ايه دنيا النهاردة؟ عايز اقول لكم احداث في كل حتة، احداث ايجابية واحداث سلبية كثيرة، ولكن الكورة النهاردة او الرياضة واخدة جو كبير. الزمالك بيلعب دلوقتي متقدم 1-0، الاهلي فاز في الدقيقة 93 او 94 او 900 زي ما كيفما شئت، او الدقيقة 900. هذا هو النادي الاهلي، قال لك المينستيري وهيخلص ويعمل، ولكن تعالوا نشوف اخبارنا الليله. ايه اخبارنا النهارده؟ تعالوا نشوف اخبارنا ايه الليله. مصر واليونان ترفضان الاتفاق الليبي التركي بشان النفط والغاز. بوتين الرئيس الروسي من شويه: تفجير جسر القرم عمل ارهابي، استهدف تدمير موقع استراتيجي في البنية التحتية الروسية، وبيحمل أوكرانيا المسؤولية. الجزائر: وزير عدل جزائري: المضاربة بالسلع والأدوية جرائم إرهابية. أزمة الطاقة تلقن شولتز النشار الألماني درسا قاسيا بشأن إدارة ألمانيا. ترامب انه عامل جولات انتخابيه عشان انتخابات التسعين اللي جايه مع انصاره، مع انصاره، فقال الكلام ده ترامب حول ازمه اوكرانيا: يجب بدء المفاوضات فورا والا سنواجه حربا نوويه. لجذب العمله الصعبه بنك مصر والاهلي يطرحان شهادات دولاريه بعائد مرتفع، عائد كبير جدا تجاه اكثر من 5%. ديون، خلوا بالكم الخبر اللي قدامكم ده مهم جدا جدا. خلوا اللي قدامكم ده: ديون حكومات الدول العالمية تتخطى 97 تريليون دولار في 22، أكبر 10 دول من حيث قيمة الدين الحكومي العام. مين هم الناس اللي عليهم ديون؟ مين هم؟ اسمع شوف: أمريكا رقم واحد عليها 31.8 تريليون دولار، مش مليار، تريليون دولار، دي ديون أمريكا. الصين رقم 2 عليها 15.5 تريليون دولار. رقم 3 اليابان عليها 12.9، يعني 13 تريليون دولار. فرنسا 3.3 تريليون دولار. إيطاليا 3.1 تريليون دولار. الهند 3.1 تريليون دولار. ألمانيا 3 تريليون دولار. بريطانيا 3 تريليون دولار. دي الديون بتاعتهم اللي عليهم 2، اللي هي ديون الحكومة، يعني قيمة الدين الحكومي 2.3. كندا تريليون دولار. البرازيل 1.7 تريليون دولار. دول أكبر 10 دول من حيث قيمة الدين الحكومي العام. آدي أكبر، على فكرة دول اللي هم أكبر حاجة في كل حاجة، في الاقتصاد وفي النمو وفي الناتج المحلي وكل حاجة. العشرة اللي قدامك دول، ودول العشرة اللي عليهم أكبر قيمة دين حكومي. ترند النهاردة ايه؟ شوف ترند النهاردة. الاهلي، الاهلي بعد طبعا موقعة النهاردة، مباراته النهاردة والافتتاح النهاردة، فاز 1-0 النادي الاهلي بهدف محمد عبد المنعم في اخر 13 ثانية من الثانية. يعني تخيل حضرتك، يدوب محمد عبد المنعم سجل الهدف والكورة الحمد لله الحكم صفر، خلاص فاز النادي الاهلي. كان كله بيقول لك الحق المينستيري ورايح الاهلي وهيشيل الاهلي. بطل افريقيا يا جماعه، يبدا النهارده البدايه. ونتمنى كمان الفوز نادي الزمالك، تاني بقول نادي الزمالك نتمنى له الفوز، كمان كل الفرق المصريه نتمنى لها الفوز. ايوه تلعب في افريقيا فلازم تشجع الفرق المصريه كلها، كل الفرق المصريه، عندك فيوتشر، عندك بيراميدز، تشجع كل 4 فرق اللي بيلعبوا، لان هو بيلعب باسم مصر: اهلي، زمالك، بيراميدز، فيوتشر، بيلعبوا لان هم بيمثلوا مصر، فلازم نشجعهم بكل روح رياضيه. بالمناسبه مفيش اي مشكله خالص، الزمالك متقدم 1-0 دلوقتي، مش كده ولا لسه؟ ايه النتيجه ولا زود النتيجه؟ زادت النتيجه ولا لسه؟ نشوف طيب الفيديو الاكثر مشاهده، صدق او لا تصدق. الفيديو اللي حضرتك هتشوفه ده صدق او لا تصدق. المشاهد دي كانت عندنا وقت حكم محمد مرسي عيسى لهيئه الجاسوس. المشاهد دي النهارده موجوده، المشاهد دي فين؟
فاكرين ايام الايام الصعبه جدا جدا؟ الوقود، محطات، طوابير، فين؟ مش في مصر، فرنسا. شوف لو سمحت. شايف حضرتك؟ اي والله، هذا طابور للعربيات في فرنسا، منتظرين الوقود البنزين، واقفين فيهم ناس بيتكلموا، قال لك واقفين بقى لنا اكتر من ساعه وساعه ونص عشان ندخل محطه البنزين عشان نمون العربيه. بس مش يفول العربيه، لا، هو ليه حد اقصى 30 لتر، يعني يقف الوقفه دي واقصى كميه هياخدها مش يفول العربيه، لا حضرتك، الحد الاقصى 30 لتر فقط قدام حضرتك اهو، فقط لا غير. وعلى فكره في محطات ممكن تقف الوقفه دي ويقول لك مش هتحط بنزين، ليه؟ لانها خاصه بناس بعينها اللي هم مين؟ التمريض او الاطباء بس. يعني حضرتك لو طبيب هتحط بنزين، مش طبيب مش هتحط بنزين، تاخد الوقفه دي وبالسلامه بعد كده تروح، تروح بيتك. ده في فرنسا حضرتك. هذا فيديو منتشر بقاله عده، يعني من امبارح لحد النهارده اعلى فيديو بيتشاف، اللي قدام حضرتك فين؟ في فرنسا. فرنسا اللي عندها يعني القوه الكبيره وعن نفط والمحطات، لكن عندهم مشكله كبيره في اضرابات حاصه، وبالتالي عطلت محطات عن العمل وادت الى هذا الوضع اللي موجود في فرنسا، لدرجه انه في بعض الناس موتوسيكلات خلص منه البنزين، خلص الوقود بتاعه، فيعمل ايه؟ خدها مشي، يعني قعد مشي الموتوسيكل كده لحد ما راح لمحطه البنزين. طبعا زي ما انت بتشوف ده لا يمكن انك تتخيل ده بيحصل في فرنسا، في باريس العاصمه الفرنسيه تجد هذه المشاهد، طوابير العربيات تقف ساعات طويله عشان يحصلوا على بنزين. هي دي الازمه اللي موجوده النهارده في فرنسا، ازمه كبيره جدا، وازمه عامله مسمعه، وازمه عامله دوشه، لانه الناس في الاخر، الناس في الاخر، المسافات امتدت لحوالي 2 كيلومترا، امتدت 2 كيلومترا، وهنا طبعا المحطات هنا بيقول له هنا للاطباء والتمريض، حضرتك لو انت من دول مش هنا فمن الاول مع السلامه، شوف لك محطه اخرى، لكن في محطات مخصصه فقط لخدمه الاطباء والتمريض فقط لا غير، اي حد تاني لا، يروح محطات اخرى، محطات اخرى حضرتك بتقف حوالي ساعتين عشان تحصل على الحد الاقصى 30 لتر فقط، لا 40 ولا 45 ولا 60، مفيش، اللي هم 30 لتر الحد الاقصى فقط لا غير، وحاطين اللافتات على المحطات عشان تبقى عارف انت رايح تاخد قد ايه بنزين. وفي الاخر الناس زي ما انت بتشوف كده واقفين ساعات ننتظر دورنا، اهو اهو ادي موتوسيكل اهو خلص بنزين، فعمل ايه؟ خد الموتوسيكل، مشي الموتوسيكل، هو مشي معنا، خد الموتوسيكل ماشي لحد ما يوصل محطه، يحط السولار بتاعه والوقود بتاعه والبنزين بتاعه او الديزل بتاعه. زي ما احنا بنشوف كده، هذه مشاهد في فرنسا الاكثر تداولا، هذا هو فيديو الاكثر تداولا. حوار النهارده ازمه كبيره، ازمه العربيات، ازمه قطع الغيار، قطع الغيار يا جماعه، ازمه الكاوتش، هذا هو حوار النهارده اللي احنا هنناقش فيه في حلقه النهارده مع ضيوف الكرام، ايه اللي بيحصل في سوق العربيات؟ اسعار العربيات بقت نار، ويا ريت في عربيات، مفيش عربيات جديده، يا ريت مفيش، اللي معاه عربيه النهارده تاني بقول لحضراتكم كاوتش، اين هو الكاوتش؟ ده انت عايز واسطه النهارده عشان تلاقي كاوتش، انا بقول لك عايز واسطه، ولو لقيته اسعار كبيره وغاليه جدا، بس تلاقيه، كله بيتاجر، كله بيستغل الموقف، كله بيستغل الموقف. النهارده هيشرفنا المستشار اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات، استاذ خالد سعد امين عام رابطه مصنعي السيارات، استاذ محمد جابر عضو شعبه قطع غيار السيارات. زي ما بقول لحضراتكم هي ازمه كبيره، وازمه كبيره جدا تضرب السوق المصري، مفيش حد ما بيتكلمش على موضوع العربيات، كله بيتكلم، اللي عنده عربيه النهارده يحافظ عليها، ممكن تبيعها غالي جدا وتكسب فيها ارقام فلكيه، بس اكسب. لسه صديق عزيز من شويه كان بيقول لي انا عربيتي من كام شهر كنت عارضها للبيع ب 250,000، بعتها امبارح ب 420,000،
قال لي بس مش لاقي عربية. ما انت تكسب بس هتلاقي عربية لو تلاقي زيها بكام؟ قال لي ب600,000. ب600، فحضرتك متخيل الأرقام. عربية كانت من سنة ولا من 7 8 شهور ب700 وشوية، العربيات الكهرباء مستوردة 800، وصلت النهاردة تجاوزت 1,600,000 النهاردة بس تلاقيها. هو ده سوق العربيات. إذا وجدت عربية النهاردة اللي معاك عربية حافظ عليها، لأن الأزمة بقت عربيات، بقت قطع غيار، بقت كاوتش. إنك تلاقي كاوتش اقعد بقى دور وشوف الأرقام. اللي كان الكاوتش ب7 8 تلاف وصل 11,000 جنيه. بقول لكم أرقام. اللي تمنه كان في العادي ب7 تلاف جنيه وصل النهاردة 11,000 جنيه فردة الواحدة. فبقى الموضوع معدي معدي بجد. بقى عندنا مشكلة كبيرة، هنناقش الكلام ده ونفتح المجال لحضراتكم كمان نتكلم على هذه الأزمة وممكن تتحل إمتى وإزاي وفين. النهاردة السيد سامح شكر وزير الخارجية كان استقبل وزير الخارجية اليوناني نيقوس دينديدياس. سيد دينديدياس في هذا اللقاء المهم طبعا أحضان بين سيد شكر وسيد دينديدياس بعد أمام مقر وزارة الخارجية المصرية. ليه الزيارة دي النهاردة وليه الاجتماع النهاردة؟ اجتماع النهاردة عديد من القضايا، ولكن القضية الأساسية في هذا الاجتماع التنسيق المصري اليوناني والمصري اليوناني القبرصي. لأنه الأسبوع اللي فات تركيا وقعت اتفاق مذكرة تفاهم مع ليبيا تتعلق بمنح تركيا التنقيب عن الغاز والنفط سواء في البحر أو في البر، وهي مسائل غير قانونية وخارجة عن القانون الدولي. فمصر واليونان من سنتين وقعنا الترسيم الحدود البحرية بيننا وبين اليونان، وكان أمر في منتهى الأهمية. وقعنا من سنتين وفقا لاتفاق الأمم المتحدة، وفقا المعاهدات، احترام القانون الدولي. مصر واليونان احترام القانون الدولي. وزي ما السيد سامح شكر النهارده اتكلم على هذه الاتفاقيه واتكلم على مصر واليونان ترفضان الاتفاق ما تم توقيعه ما بين تركيا وما بين ليبيا. ليه؟ ده التوقيع الاتفاقيه بين مصر واليونان من سنتين وتبادل وثائق بين وزيري خارجيه البلدين سيد شكر والسيد دينديياس. فحضرتك احنا عندنا التزام، وبالتالي التزام بهذا الاتفاق واللي بيتسق مع احكام القانون الدولي وكل القوانين الدوليه الخاصه بترسيم الحدود البحريه والمناطق الاقتصاديه. وهذا الاتفاق يعني له فوائد على مصر وعلى اليونان، وطبعا كان هناك اجواء طيبه جدا في مع توقيع هذا الاتفاق اللي تم توقيعه وفقا لقواعد القانون الدولي. وتم يعني أصبح النهاردة جزء من الأمم المتحدة اللي هو الاتفاق بيننا وبين اليونان. وزير خارجية النهاردة كان ليه كلام محدد. سيد شكري والسيد دينياس أيضا ليهم كلام محدد فيما يتعلق بالوضع في ليبيا وما تم من إجراءات خاصة مع تركيا. اللي قامت بيه تركيا هو خارج القانون الدولي رقم واحد. رقم اتنين تركيا لانه حكومة الدبيبة حكومة غير شرعية. هذه الحكومة انتهت صلاحيتها في ديسمبر الماضي ثم تم تمديد مهلة ليها لحد يونيو. اذا حكومة فاقدة الشرعية وليس لها الحق انها توقع لا اتفاقيات ولا مذكرات تفاهم ولا اي شيء. ليه؟ لانها خارج الإطار القانوني.
مش انا اللي قلت كده، ده البرلمان الليبي الشرعي قال كده، رفضوا توقيع هذه الاتفاقيه اللي وقعتها المنقوش ومولود جاوش اوغلو. البرلمان الليبي الشرعي المشرع عقيلة صالح رفض هذا الامر وقال غير شرعي. ايضا البشاغة فتحي بشاغة اللي هو رئيس الوزراء الشرعي رفض ايضا هذه الاتفاقية، وهذا هذا الرجل هو الشرعي. ولكن المشكلة فين؟ المشكلة تقع على عاتق الامم المتحدة. الامم المتحدة عملت قرارات وعملت اجراءات ولم تلتزم بها، لا الامم المتحدة ولا الولايات المتحدة الامريكية. فاللي بتعمله النهاردة تركيا سوف يؤدي الى مشاكل كبيرة جدا في المنطقة. ليه بنقول كده؟ لانه مصر اولا رفضت تماما هذا الامر لانه اجراء غير قانوني واجراء غير شرعي واعتداء على حقوق الشعب الليبي، اللي لازم الاشقاء في ليبيا اللي هم النهاردة بيتكلموا مع المجتمع الدولي يحافظوا عليه. تركيا ليس لها الحق انها تقوم بعمليات تنقيب لا في البر ولا في البحر ولا في اي منطقة، لان اللي وقعته سواء السراج قبل كده ولا الدبيبة النهاردة كلها حكومات غير شرعية غير شرعية. اكد هذا الامر السيد سامح شكري واكد كمان وزيري خارجية مصر واليونان النهاردة على عدم شرعية ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم ما بين تركيا وما بين ليبيا. هذا الموضوع وانا بقول لحضراتكم اهو من غير ما يبقى فيه اي، هذا الموضوع هيكبر تاني، بقول هيكبر هذا الموضوع. ليبيا عايزة تعمل مشكلة، الدبيبة عايز يعمل ازمة من الاخر، يعني من الاخر، لانه تم توقيع مذكرات تفاهم ايضا انه تركيا لها الحق انها تقيم قواعد عسكرية في ليبيا ولا الحق انها تدخل المجال والاجواء الليبية والمناطق الليبية في اي وقت بدون استئذان الجانب الليبي. تركيا عايزة فرض امر واقع، لانه اغلو راح هناك ومعاه خلوصي اكار وزير الدفاع ومعاه عدد من الوزراء، وبالتالي عايزين الوضع يعني تسخين لهذه المنطقة. والمنطقة مش ناقصة ايضا سخونة، هي سخنة لوحدها. والمنطقة هيحصل زي ما بقول لحضراتكم، لانه اللي بيعمل المشكلة دي ليبيا، لانه الدبيبة عايز ازمة، عايز تحدث ازمة. وزير الخارجية السيد سامح شكري اتكلم النهاردة على انه حكومة الوحدة اللي موجودة في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقيات دولية، هكذا قال السيد سامح شكري النهاردة. تعالوا نسمع ماذا قال السيد وزير الخارجية، لو ستة جاهز معاك يا يوسف، نسمع ماذا قال السيد وزير الخارجية السيد سامح شكري فيما يتعلق به هل الدبيبة له حق ان يوقع اي معاهدات او اتفاقيات او مذكرات او اي شيء في هذا التوقيت. نسمع وزير خارجية مصر بيقول ايه، نسمع. شددنا على ان حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية ابرام اي اتفاقات دولية او مذكرات تفاهم، واتفقنا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة لموقف واضح وقوي للحفاظ على متطلبات الشرعية في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين. في هذا الصدد أؤكد أنه على الأمم المتحدة وعلى السكرتير العام ضرورة أن يتخذ موقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية حكومة الليبية المنتهية ولايتها. هذه الحكومة أتت بحكم اتفاق وتفاهم تم صياغته من قبل الأمم المتحدة وتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدته لما صاغته من اتفاق. كان واضح أنه منتدى الحوار الوطني الليبي عندما كلف هذه الحكومة بالاطلاع بمهمة محددة وهي الوصول إلى
انتهاء المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي، وهي الولاية والمسؤولية التي لم تطلع بها، وكان واضحا في الاتفاق ان هناك فترة زمنية محددة 18 شهر انتهت في 22 يونيو، وبالتالي لا يجب ان يتم المجتمع الدولي ان يتعامل مع هذا الوضع غير المرتكب الى اي قدر من الشرعية. ماذا كان موقف السيد نيقوس دندياس وزير الخارجية اليوناني في هذه القضية تحديدا؟ انه هي دي الازمة، هي دي الازمة اللي جاية، تاني بقول الازمة القادمة. نشوف. حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع، أكرر، حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع أن تدخل في أي اتفاق دولي يهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا. علاوة على ذلك، فمرة أخرى، فإن ولاية الحكومة الليبية قد انتهت، وهذا منذ فترة طويلة، وبالتالي أكرر هذا، وإنها لا تمثل الشعب الليبي، والحكومة المنتهية ولايتها لا يجوز لها أن توقع أي اتفاقات أو تعيد تجديد أي اتفاقات تخص الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية أو أي التزامات خاصة بمستقبل البلاد. إن توقيع هذه المذكرة التفاهم التي نجبها بشدة، وهذا ما فعله أيضا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومصر وفرنسا وإيطاليا والعديد من الدول أيضا، إن رد الفعل الخاص من خلال القوى السياسية في ليبيا يظهر أن نتيجة هذا الإجراء هو المزيد من عدم الاستقرار للدولة الليبية، وما هو أبعد من ذلك أيضا. أود أيضا أن أؤكد على نقطة خاصة، لا توجد دولة في العالم لديها الحق في أن تفعل شيئا لا ينتمي إليها، لا توجد أي حكومة تستطيع أن تمنح حقوق استكشاف لدولة تركيا بينما هي لا تتمتع بالسيادة. تركيا تمارس ضغوط على القوى الفاعلة في ليبيا و العديد من الأفعال، وهذا بالإشارة إلى اتفاقية 2019، وهذه اتفاقية التفاهم تم شكبها عالميا وباعتبارها غير قانونية وغير صالحة وغير موجودة، وهي تتنافى وتخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولم يتم الموافق عليها من قبل البرلمان الليبي، وتم شكبها من خلال البرلمان الليبي. منذ 3 سنوات اتخذت تركيا امتياز حق في طرابلس، وهذا يؤدي الى عدم الاستقرار في منطقة البحر الابيض المتوسط. انا كنت سعيدا ان ارى كل اصحاب المصلحه في ليبيا وايضا الاتحاد الاوروبي يشجبون هذه الخطط. لا يستطيع احد ان يقوم باي خطط او مخططات بشكل غير قانوني في ليبيا، ولا احد يستطيع ان يتجاهل الجغرافيا، ولا احد يستطيع ان يخلق عالم افتراضيا، عالم عبارة عن جزر لا تظهر على الخريطة. تخيلوا على سبيل المثال رد الفعل العالمي إذا ما قامت اليونان وليبيا بإجراء يتعلق بصقلية. يحق لنا نعترض، يحق لنا نرفض، يحق لنا اتخاذ كل ما يلزم. احنا بتكلم هنا على مصر، لأنه في الآخر هذا أمر سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. كانت هديت هذه الأمور خلال الفترة الماضية، ولكن الدبيبة عايز حماية، خلينا نقولها بشكل واضح، من تركيا، عايز تثبيت أمر واقع. الدبيبة مش عايز يسيب السلطة. الدبيبة هو في موقف الآن بياخد ليبيا إلى مشكلة أزمة أخرى، ربما تعود ليبيا إلى مشاكل لا نتمناها، لأن هناك من يريد إدخال ليبيا في هذه الأزمة. هناك مجتمع دولي عليه مسؤولية، أمم متحدة عليها مسؤولية، هذه حكومة فاقدة للشرعية، حكومة غير شرعية،
وبالتالي لا يحق الحكومات غير الشرعية انها توقع اتفاقيات تسبب ازمة لشعبها الاول والدول ومنها مصر، لانه في الاخر انت يعني هو الدبيبة بيعمل كده دلوقتي، انا هوقع، طب وقع، وتركيا عارفة انه الدبيبة وضعه الحالي مع حكومته وضع منتهي منذ شهر يونيو الماضي، وبالتالي لا القانون الدولي ولا القانون الليبي ولا اي قانون عالمي يسمح لي او يديله ان يوقع اتفاقيات تسبب ازمات دولية، تسبب اشتعال مرة اخرى في هذه المنطقة. هل هناك ما بين ليبيا وما بين تركيا حدود بحرية؟ هل موجودة؟ هل هناك مناطق اقتصادية ما بينهم؟ ترسيم الحاجة الوحيدة اللي موجودة مصر واليونان. طيب دخول تركيا على الخط ماذا يعني؟ هل هو دخول قانوني؟ لا. هل التزام منهم قانوني؟ لا. ماذا لو حدث ان تركيا ذهبت للتنقيب عن مناطق بدون وضع قانوني؟ اذا البرلمان الليبي رفض، واذا السلطة الشرعية في ليبيا رافضة، مستشار عقيلة صالح اكد ان اتفاقيه لا، كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات مرفوضه، واتفاقيات يوقعها الدبيبة منذ ديسمبر الماضي مرفوضه وغير ملزمه لليبيا، ده البرلمان الشرعي المعترف به دوليا وهو الجهه الوحيده المنتخبه في ليبيا، البرلمان الليبي اللي قدام حضراتكم ده قال لك هذه الاتفاقيات والمعاهدات غير ملزمه للدوله الليبيه. وماذا بعد؟ السؤال الجاي، وماذا بعد؟ واي شيء لابد ان يتم من خلال رئيس الدوله، هل رئيس الدوله وقع؟ لا. هل البرلمان الليبي وقع؟ لا. هل الحكومه الشرعيه فتح باشاغا وقع؟ لا. يبقى كل اللي قدامكم ده يعني يبلوها ويشربوا ميتها، سواء تركيا او الدبيبه او تركيا، يبلوا الورق اللي وقعوه ده ويشربوا ميته، لانه غير ملزم للشعب الليبي وغير ملزم للسلطه الليبيه الشرعيه. لكن ماذا قال السيد سامح شكري النهارده بين ماذا جرى في المؤتمر الصحفي وايضا مصر واليونان والاتفاقيات التي وقعت بين البلدين قبل عامين؟ تعالوا نتابع ماذا قال السيد سامح شكري وزير الخارجيه في المؤتمر الصحفي مع نظيره اليوناني. وكما تعلمون فقد وقعت كل من مصر واليونان منذ عامين تقريبا اتفاقا لتعيين الحدود البحريه بين البلدين. وقد أكدنا خلال مباحثاتنا اليوم مجددا التزامنا بهذا الاتفاق الذي يتسق مع أحكام القانون الدولي، فهو يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية على بلدينا، وسيسهم في خلق أجواء تعاون إيجابية في شرق المتوسط. تأكيد أن هذا الاتفاق اتفاق جوهري، اتفاق تستخلص البلدين منه مصالح عديدة، ونلتزم بشكل قاطع بما يحققه لنا من مصالح، والتأكيد على أنه اتفاق قد أبرم وفقا لقواعد القانون الدولي ومتسق مع هذه القواعد، ومن ثم فيصبح التزامنا مؤكد بهذا الاتفاق وما يدر من منفعة ومصلحة نحرص على أن نستفيد منها استفادة كاملة. أيضا تحدث وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال المؤتمر الصحفي عن الاتفاقية المصرية اليونانية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. منذ عامين كنا هنا في القاهرة ووقعنا اتفاق حول المناطق الاقتصادية بين اليونان ومصر، وهذا تم بالاتفاق الكامل وبالاتساق الكامل مع قانون البحار والقوانين الدولية والاحتفاظ بسيادة كل من مصر واليونان. اليونان لديها النية والالتزام لكي تدافع عن تلك الحقوق. أكرر بكل السبل القانونية الممكنة، نحن لا ندعي أي شيء لا ينتمي إلينا، ونحترم مبادئ القانون الدولي جميعها، ولا نتخذ إجراءات عدائية ضد أحد، ولا نقوض الأمن والسلام الدوليين. ونحن سعداء بشكل خاص
لأننا نرى مصر كصديق. مصر واليونان يتشاركان في أهداف مشتركة، وهو مساعدة ليبيا أن تكون دولة مستقرة، وأيضا جعل البحر المتوسط منطقة آمنة ومستقرة تسعى للازدهار. إذا ما وجد ازدهار فإن يستطيع الشعوب أن تحيا حياة أفضل. اليونانيين والمصريون يعملون على هذا منذ آلاف السنوات. نتحدث أيضا وزير خارجية السيد سامح شكر عن مصر وليبيا. احنا محتاجين ايه؟ دعم الكامل الأشقاء في ليبيا، محتاجين وحدة الأشقاء في ليبيا، محتاجين إجراء انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية، الشعب الليبي ينتخب اللي عايز يحكمه، يا رئيس يحكمه، برلمان يحكمه، حكومة تحكمه من خلال انتخابات، وده بيتم التنسيق مصر مع الأشقاء في ليبيا. هكذا تحدث السيد سامح شكري اليوم. نشوف. فتناولنا في المشاورات اليوم مستجدات عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها تطورات المشهد الليبي، حيث أكدنا على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة. وفي ذلك الإطار أوضحت لمعالي الوزير الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من ضمن ذلك المشاورات والجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي ليبي يخرج من هذه الأزمة ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على وحدة أراضيها واستفادة الشعب الليبي من مقدراته بعيدا عن أي تدخلات خارجية. كما أكدنا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد. ده موقف مصر الواضح، ده الموقف مصر والدولة المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر. محتاجين، عشان مجتمع الدولة عايز كده، وإحنا في الآخر محتاجين استقرار ليبيا، مش محتاجين يبقى فيه لا حرب أهلية ولا بليشيات وطرد المرتزقة. وطبعا والعالم كله بيتفرج ولسه مازال فيه مرتزقة، العالم بيتفرج، الأمم المتحدة بتتفرج، أمريكان بيتفرجوا وبينسقوا مع بعض في مصالح، إشغالك إحداث قلاقل، إحداث مشكلة هنا ومشكلة هنا، خليك في مشكلة كبيرة. ولكن أيضا موقف اليونان كان إيه فيما يتعلق بالوضع داخل ليبيا؟ هكذا تحدث السيد نيقوس دندياس وزير الخارجية اليونان عن الأوضاع المقلقة في ليبيا. نحن كلانا نتفق على أن هناك أهداف استراتيجية، وهي ترتكز على تحقيق الاستقرار لليبيا والاستقرار لشرق البحر الأبيض المتوسط، واليونان تدعم الجهود التي يتم اتخاذها لإفساح الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. ولقد اتخذنا العديد من الخطوات لدعم الشعب الليبي، لقد فتحنا سفارة لنا في طرابلس ونقدم مساعدات محسوسة للشعب في بنغازي ونساعد في إقامة العديد من المشروعات في طرابلس. ومع هذا فإننا نشعر بالقلق فيما يتعلق بالأفعال التي تهدد الاستقرار الهش أصلا داخل ليبيا، وهذا ما يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة. إن الاتفاق الذي عقد مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا هو أحد هذه الإجراءات، وهذا يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة، وهذا الأمر يجب أن يتم مناقشته بتوسع. ده طبعا جانب من المؤتمر الصحفي بين وزيري خارجية مصر واليونان، وطبعا هناك تنسيق كبير جدا بين البلدين. السيد سامح شكر النهارده اتكلم على يتم ربما في الفترة القادمة عقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس نستيادس رئيس القبرص، وأيضا رئيس الوزراء اليوناني بيتم التحضير والتجهيز لهذه القمة
اللي هتكون قريبا كما تحدث اليوم السيد سامح شكر وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي. ولكن زي ما بقول لحضراتكم هناك الكثير من القضايا التي تم مناقشتها في ظل الأوضاع الإقليمية، الأوضاع في ليبيا، مسألة أيضا الوضع أمن الغذاء وأمن الطاقة، وطبعا الوضع الحالي، وطبعا المشاورات ما بين البلدين، وأيضا دور اليونان أيضا فيما يتعلق بوضعها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عضو في حلف شمال أطلسي الناتو، وأيضا هناك تعاون وتنسيق ما بين مصر واليونان في كل هذه الملفات وكل القضايا الدولية والإقليمية، وأيضا الأوضاع الاقتصادية والوضع الاقتصادي الدولي الصعب الذي تعاني منه كافة دول العالم، واللي أدى أيضا إلى مشاكل، بيؤدي لمشاكل كبيرة وأدي إلى يعني تداعيات خطيرة على مستوى الدولي بتعاني منه كافة دول العالم. ده اللي هيكون يمكن يعني أيضا هيكون لنا محور في هنتكلم عنه بعد شوية، وهنتكلم بتفاصيل أكثر عن الوضع في ليبيا، الوضع أيضا ترسيم أيضا هذه مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها ما بين ليبيا وتركيا الأسبوع الماضي، وهي استمرار للمذكرات اللي وقعت قبل في عام 2019. هنتكلم بتفاصيل بعد شوية في هذا الملف المهم. لكن أيضا في من القضايا، الرئيس النهاردة كان عامل اجتماع مهم من 5 6 شهور كده، سيادة الرئيس راح زار الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة. لما حضرتك تشوف العنوان ده أو تتكلم على العنوان ده تقول هي إيه، هو إيه الموضوع؟ لا، أنت عندك النهاردة منظومة بتتعمل أو اتعملت مهمة، عندك حاجتين: القيادة الاستراتيجية، وأيضا منظومة الشبكة الموحدة أو الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. هذه الشبكة سيادة الرئيس يوم كده لقينا الفيديو اللي قدام حضراتكم ده، راح ده مقر ايه الشبكة ده اللي من 5 6 شهور تقريبا، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ. هذه الشبكة حضرتك انه مصر يبقى عندها تمتلك هذه الشبكة بأحدث قيادة ذكية، بشبكة اتصالات على أعلى مستوى، بيتم التنسيق ما بين كل المؤسسات الدولة، كل المؤسسات، القوات المسلحة، الداخلية، المؤسسات المعنية، كل المنظومة اللي حضرتك تعرفها أو ما تعرفهاش موجودة مرتبطة بهذه الشبكة. الشبكة اللي سيادة الرئيس قاعد بيتكلم وبيناقش المحافظين ماسكة مصر من أول أسوان لحد شمال سيناء لحد مطروح. أنا زي بقول لك كده تبقى عارف، حضرتك تبقى عارف ماسكة مصر، يعني الرئيس هنا، المنظومة دي، الرئيس الجمهورية مع وزير الدفاع، مع وزير الداخلية، مع رئيس المخابرات، مع كل المحافظين، مع رئيس الوزراء، مع كل المعنيين في الدولة المصرية، مع رؤساء أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة وكل اللي أنت عايزه، كل اللي أنت عايزه حضرتك مرتبط هنا في هذا المكان اللي قدامك ده، شايف مصر، شايف إيه؟ شايف مصر. يعني حضرتك لو عملت بلاغ دلوقتي، بلاغ الصحة، أنا بقول لك حاجة بس تبقى عارفها، بس حاجة صغيرة يعني، بلاغ بتطلب عربية إسعاف، طيب مش عربية إسعاف، بتشتكي، طيب مش بتشتكي، حضرتك عندك مشكلة في أي مكان، المكان ده عايز أقولك حتى وزارة البترول موجودة، وزارة الاتصالات موجودة، كل الخدمات التكنولوجية اللي موجودة موجودة هنا، إنك بتاخد قرارات ومتابعة ذكية استراتيجية، قرارات وإجراءات عاجلة وسريعة موجودة قدامك هنا، كله شايف بعضه، كله شايف بعضه. يعني الرئيس، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عايز يكلم محافظ سوهاج اللي هو طارق الفقي، يكلمه،
طيب يتكلموا بس؟ لا، يبقى محافظ أسوان متابع، محافظ أسيوط متابع، رئيس الوزراء متابع، مسؤولين عمليات متابعين، الوزراء المعنيين متابعين، كله هنا، البلد كلها متشق هنا اهو. شايف حضرتك قدامك؟ ايوه هي كده. على فكره ده مش دول كتير عندها الحكايه دي، لان احنا عندنا كمان عندنا منظومه اسمها القياده الاستراتيجيه. اسمها ايه؟ القياده الاستراتيجيه. مين مسؤول عنها؟ سياده الفريق احمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري. بس خلينا دلوقتي في القيادة الاستراتيجية. القيادة الاستراتيجية ديت مش دول كتير في العالم عندهم القيادة دي، احنا عندنا، وعندنا فريق رجل قوي ومهم وشخصية قوية جدا ما شاء الله، يعني من احد قيادات القوات المسلحة البارزين والماهرين والأعلى مستوى من الكفاءة والإدارة، فريق أحمد خالد مسؤول عن القيادة الاستراتيجية، هو حاضر هذا الاجتماع النهاردة، هوريه لكم بعد شوية. ولكن خلينا في الجزء ده، الجزء ده مهم لست رئيس النهاردة بيتابعه. جايز الناس تقرأ خبر، تشوف فيديو، تشوف تصريح، بس مش عارفة ما وراء الخبر، ما وراء الكواليس. ايه موضوع القيادة؟ ايه موضوع الشبكة الوطنية الموحدة؟ الشبكة دي حضرتك تتعلق بأمنك وسلامتك. أي بلاغ من حضرتك كمواطن بتقدم بلاغ في أزمة مثلا طارئة، في عندنا سيول لا قدر الله، في عندنا يعني أقول لك إيه، في عندك فيضانات، في عندك أمطار غزيرة، في عندك أي مشكلة وحضرتك تلجأ الدولة الحقوني استغاثة، هنا هو بتدور منظومة متكاملة ماسكة مصر ال 27 محافظة. المنظومة اللي قدامك دي مش دول عندها الحكاية دي، مش دول كتير عندها. اللي عندهم دول تقدر تعدهم على الأصابع، يمكن نتكلم على 10 15 دولة مثلا، قول 20، يعني أقول لك قول 20 دولة عندهم المنظومة دي. بس المنظومة دي بتساعدك كمان مشروعاتك التنموية، مش أنا بس وعندي مشاكل، لا، ده أنت كمان مشروعات التنموية اللي أنت بتعملها والخدمية اللي أنت بتعملها كله هنا بتشوف الكلام ده. هذه المنظومة واحدة من المنظومات الحديثة والمهمة والقوية التي تتعامل مع طوارئ، أزمات، كوارث لا قدر الله، أي شيء تتعامل مع مشروعات التنمية والمشروعات الخدمية أيضا على مستوى الجمهورية. تقدر لحظة بلحظة زي ما تقول عليها كده إيه اللي ممكن، اللي حاجة اللي إحنا ممكن نبقى نسمع عنها أو نفهمها قوي، لأنها يعني مركز سيطرة. بس هنا المسمى الأشمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ده العنوان الأوسع. عايز تعرف العنوان اللي انت يدخل دماغك وتحفظه؟ مركز سيطرة موحد. تقدر تعرف ده هنا كله لخدمة خدمة البلد، خدمة الشعب. اي رسالة منك، اي اتصال منك هتلاقي هنا تتحرك هنا، وكل اجهزة الدولة مرتبطة بيه، كل اجهزة، وزير الصحة دكتور خالد أبو عفار مرتبط، التعليم دكتور رضا حجازي مرتبط، كل المهندس طارق الملا البترول مرتبط بده، الدكتور عمرو طلعت الاتصالات مرتبط بده، سيد محمود توفيق وزير الداخليه مرتبط بده، فريق محمد زكي القائد العام وزير الدفاع مرتبط بده، فريق اسامه عسكر رئيس الاركان مرتبط بده، كل الجهات المعنيه اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش واللي تسمع عنها وما تسمعش عنها مرتبطه بالمركز ده. كل حاجه في البلد. ليه؟ سرعة تحرك. مين كان حاضر النهاردة؟ اعرفوا بقى الحكاية، اجتماع النهاردة، الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية. مش دول كتير عندهم القيادة الاستراتيجية دي، مش دول كتير. بلدك كبيرة
وبتكبر. بلدك ايه؟ كبيرة وبتكبر. مين كمان اللي هو اركان حرب؟ احمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة على يسار سيادة الرئيس. سيادة اللواء احمد خليفة بيشرحه اهو، بيشرح رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. ده بيعتبر الرجل الثالث في منظومة القوات المسلحة، قائد العام ثم رئيس الاركان ثم رئيس هيئة العمليات. في طبعا قادة الافرع الرئيسية كترتيب عسكري يعني. عند حضرتك كمان اللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة. وفي كمان اللواء اركان حرب محرز عبد الوهاب، ده القائم باعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. ثم لواء اركان حرب بكر البيومي مدير اداره الاشاره للقوات المسلحه. ولواء اركان حرب اكرم الجوهري مدير اداره نظم معلومات القوات المسلحه. لواء محمد سعيد مساعد مدير اداره الاشاره للتسليح. سفير بسام راضي قال لنا ايه في البيان؟ انه السيد الرئيس تناول الاجتماع متابعه الموقف التنفيذي لانشاء الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه. وجه الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة اللي أنا بقول لكم عليهم واللي ما قلتلكمش عليهم، أو كل جهات الدولة يعني، لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى إيه؟ تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري. بص اللي جاي أهو لإيه؟ للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين. يبقى انت بتعمل حاجة عشان تعمل حضرتك ايه؟ المواطن. يبقى مين رقم واحد مستفيد؟ المواطن. ومع كافة انواع الازمات والاحداث الطارئة والسيطرة عليها وانهائها باستخدام ايه؟ احدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات. يبقى انت عندك هنا كل وسائل تكنولوجيا عندك تستخدمها عشان تتحرك بسرعة، تشتغل بسرعة، تتوجه بسرعة، تواجه الأزمات والأحداث الطارئة بسرعة، وللتكامل ولتكامل تلك الشبكة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد. في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور. بلد كبيرة وبلد بتكبر لازم يبقى عندك ده. خلينا نروح نعرف تفاصيل أكتر من سيادة اللواء دكتور سمير فرج. أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير لك يا أحمد وكل السادة المشاهدين. ماذا يعني هذا الاجتماع وماذا تعني امتلاك مصر أو يعني امتلاك مصر شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة؟ تمام، اسمح لي الاول بس نعرض اول حاجة. فضل. وهي القيادة الاستراتيجية. ايفا القيادة الاستراتيجية، الدول اللي في العالم عندهم قيادة استراتيجية هم خمسة. امريكا، روسيا، الصين، انجلترا، فرنسا. دول الخمس دول. الفكرة نشأت في القيادة الاستراتيجية لما كان سيادة الرئيس السيسي بيزور روسيا وهو وزير دفاع. وكانت مجاملة من الرئيس بوتين للسيد الرئيس سيسي أيامها انه خده ودخله مركز القيادة الاستراتيجية الروسية. ودي حاجة من النادر ان حد يدخلها في حاجة زي كده، فكانت يعني مجاملة من الرئيس بوتين. فور عودة الرئيس السيسي فقال، ودي اسلوبنا بره، لما تطلع وتشوف حاجة لا طب نعمل احنا كمان، احنا دولة مش قليلة. وبالتالي بدأت القوات المسلحة المصرية تجهز لانشاء القيادة الاستراتيجية، واحنا هنكون الدولة رقم 6 في العالم والاولى في المنطقة اللي يبقى عندها هذه القيادة الاستراتيجية. اهمية امتلاكنا ده ايه؟ اهمية ايه بقى؟ انت احنا يعني في العمليات مثلا عندنا هيئه العمليات عندها غرفه العمليات. وزاره البتاع السياحه عندها غرفه وزاره الخارجيه وزاره الداخليه. النهارده استراتيجيه انت بتاخد الدوله كلها كلها في قياده واحده فيها داتا بيس سيستم وفيها كل المعلومات الخاصه. يبقى يوم ما سياده الرئيس تحصل مشكله يقعد في القياده الاستراتيجيه
وليس زي ما كان قبل كده مثلا في حرب اكتوبر الرئيس السادات قاعد في غرفه عمليات القوات المسلحه. نعم. فالنهارده دوله انت بتتكلم استراتيجي بقى. ايوه. وليس عسكري عملياتي. ايوه. انت بتتكلم على الدوله كلها. تبقى انت قاعد بتقود الدوله استراتيجيا، وده المفهوم اللي حطوه الغرب، اللي حطته امريكا وحطته انجلترا وعجل فرنسا وعندنا روسيا والصين. انك انت بتحكم الدوله استراتيجيا. نعم. في القياده. نعم. ودي ان شاء الله هيبقى في المبنى الجديد في الاوكتافيون. اللي ان شاء الله هيبقى في العاصمه الاداريه. عظيم. ده كده للقدر الاستراتيجيه، واعتقد ان كده وضحت وهنبقى سادس دوله في العالم، ودي حاجه كويسه، واحنا بقى لنا سنتين بنبني فيها لان عايزه داتا بيس رهيبه للدوله كلها. تمام. هتبقى نقدر نقول كده يعني كل حاجه في مصر متشافه وموجوده عندك على الكمبيوترات. اطلب بقى مثلا في مشكله في مصر في الطيران، مصر الطيران موجوده عندك الداتا والبيانات والطيارات لدرجه صلاحيه كل طياره واخر مره عملت كل ده موجود، عمره موجوده في الايه في الداتابيس. ماشي. كويس. نشوف بقى النهارده ماذا حدث واحنا بنتكلم على الشبكه الوطنيه الموحده. ايوه. الفكره جت ازاي يا احمد؟ نعم. احنا كان ماشيين قبل كده ب يعني مراكز الازمات، كان كل قطاع في الدوله عنده مركز ازمات. أيوة صحيح. القوات المسلحه عندها احسن مركز ازمات موجود يمكن في الشرق الاوسط، اتعمل من 25 سنه، واللي كان عمله اللي هو محسن السلاوي اللي هو حاليا مستشار سياده الرئيس للرئيس السيسي للمتابعه. وزاره رئاسة الوزراء عندها مركز اداره الازمات، وزاره الداخليه، وزاره الحكم المحلي، دي كلها ما كانش في رابط بينهم. فاهم؟ تحصل ازمه طب في ايه؟ طب فين انت؟ فاهم؟ النهارده بقى بدا سياده الرئيس يعمل ان في ال هذا السيستم اللي هيلم كل مراكز الازمات في مصر في حته واحده. ولكن الساده القاده اللي قاعدين قدامك النهارده كان سياده الرئيس بيركز على ايه؟ على شبكه موحده. اهم حاجه انها باعلى درجه عاليه من التكنولوجيا. صورة تتنقل فورا. مشكلة زي ما انت قلت السيول في منطقة، يبقى تطلع الطيارة المسيرة اللي تطلع تصور وتتنقل في اون ذا سبوت عند سيادة الرئيس وهو قاعد. فاهمني؟ في اي مكان. لا قدر الله، لا قدر الله قناطر من القناطر حصل فيها مشكلة. برضو المركز ده. والميزة بقى هنا ايه يا احمد؟ نعم. ان كل ازمه من دول لها سيناريو موجود. هو انا ساعتها ما تحصل البلوى اقعد افكر اعمل ايه؟ لا. ده في الداتا وفي سيناريوهات موجوده. ايه سيناريوهات؟ هنفترض سيول في المنطقه الفلانيه. طيب اني عربيات اللي تتحرك بتاعه الاسعاف، اني مستشفيات اللي كل ده متحكم بالشبكه اللي قدامك النهارده اللي عملها سياده الرئيس. وفيها كلمه ما حدش خد باله منها، مؤمنه. مؤمنه يا احمد. لان ما فيش حد يتداخل، لانك انت هتبدا تنقل معلومات وصور وحاجات زي كده مش مطلوب ان حد يعرفها. بس دي شبكه منفصله عن الشبكات بتاعتنا، كل منفصله تماما. تماما. عشان كده انت شايف كل اللي قاعدين النهارده، مدير الاشاره، مدير المخابرات، نظم المعلومات، كل الناس دي اللي مسؤوله عن شبكات الاتصال. وكان سياده الرئيس النهارده بيفكر او بيتابع هذه الشبكة الموحدة في إطار إنك تعمل بقى مركز إدارة أزمات على مستوى الدولة. إما تحصل أزمة سيادة الرئيس هيدير الأزمة دي منين؟ لو إحنا دلوقتي أو زمان ما كل وزارة الرأي عندها إدارة الأزمات بتاعتها، لأ. هنا النهاردة هيبقى في العاصمة الإدارية الجديدة مركز موصل بالشبكات، المواطن بيشتكي زي ما أنت قلت داخل على الشبكة. انت فاهم؟ في مشكلة موجودة في الري في حتة ما وصلش المية، يشتكي يوصل الكلام ده. فحقيقي كانت حاجة كويسة جدا، واحنا بنتطور تطور كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثة بغرض السيطرة ومنع اي مشاكل تتم في مصر في المستقبل. طيب سيادة اللواء سمير، خلينا نروح على طول لاكتوبر وانتصاراتنا، ودايما كل سنة وحضرتك طيبة، وكل ابطالنا دايما بألف خير، كلهم دايما بألف خير. السادس من اكتوبر الانتصار العظيم. هناك بعض وانا بكرر الحكايه دي مرتين ثلاثه، يعني جالهم انه جراه انهم يعني ناس مفترض انهم مصريين، يعني يقول لك ما انتصرناش اكتوبر وما حررناش سينا وسينا ما اتحرر. يعني حضرتك تابعت الحكايه دي وشفت الكلام ده ازاي؟ والله يا احمد انا الواحد بيزعل لما بيلاقي كده وبيلاقي الكلام ده. واحنا اول امبارح كنا عرضنا على المحطه بتاعتكم وعلى الشبكه
ابسط حاجه كيسنجر. كيسنجر اللي هو كان يعني في السبعينات والثمانين هو البطل في 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 السياسه الخارجيه، هو اللي طلع امريكا من مستنقع فيتنام، خد بتاع ده نوبل للسلام، عمل التقارب بين امريكا والصين، عمل كل الكلام. الراجل صوت وصوره، احنا اول امبارح عرضناها وقال ان احنا خدعنا السادات، يعني هو قدر يخدع الناس دول، وقعد يتكلم صوت وصوره احنا هنقول ايه بس. وبعدين في الاخر احنا لم نكن متوقعين المصريين يهاجموا، ولكن في النهايه المصريين انتصروا. هنعوز اكتر من كده ايه؟ احنا النهارده اللي عملناه يا احمد في حرب اكتوبر بيتدرس والله في كل المدارس والكليات في الخارج. النهارده روسيا بقى لها بتحارب 7 أشهر مع اوكرانيا، ولا درس واحد غير حاجه واحده، ان روسيا بدل الضربات الجويه استخدمت الضربات الصاروخيه لتقليل التكلفه، لان الطياره بتكلف 100 مليون دولار بعكس صاريخ يعني كذا الف. فهي دي الحاجه الوحيده اللي طلعت فيها في هذه الحرب. لكن احنا تعالى غيرنا المفاهيم في الاساليب المحضره، وكل الكلام ده بره موثق. النهارده معركه المنصوره الجويه النهارده بتدرس في العالم كله. احنا قعدنا 4 ساعات في انجلترا وكنا في 75 ولم نكن ندري، بيشرحوا لنا احدث معركه جويه في العالم، 200 طياره، لم يحدث في معركه 200 طياره، 54 دقيقه مده المعركه، ما حصلتش قبل كده، 120 طيارة من إسرائيل و 80 طيارة من مصر، مصر وعليها 5 طيارات وإسرائيل 17-18 طيارة. الكلام ده كله تم فين؟ تم ما هو كل ده يعني إسرائيل على 18 طيارة احنا 5 وبرضه انهزمنا. حائط الصواريخ اللي اتحط ده النهاردة كان زمان يتقال لك يعني القوات الجوية اير سوبريمسي، سيادة جوية، انك اللي تحت اللي قدامك ما عندوش حاجة، سيطرة جوية يعني عنده اعداد اكتر ونوعيات، او تعادل جوي، احنا الاتنين زي بعض. النهاردة مصر قالت لك لا، تحييد القوات المدافعة الجوية يعني المعادية. اتحط النهاردة رابع بند في كل قوانين القتال في العالم. ليه؟ المصريين قالوا لو القوات الجوية بتاعتك اللي قدامك اقوى منك ممكن تحيدها من المعركة وتعمل نقول ايه ما تم من الحاجز اللي حطه المشير محمد علي فهمي. حائط الصواريخ احنا في ايه بس يا جماعه؟ قائد الدفاع الجوي. طبعا قائد الدفاع الجوي العظيم اللي انشا كادت قوات الدفاع، وهو اللي انشا حائط الصواريخ خلال مبادره توجز، ولولا ما كناش عبرنا ولا انتصرنا في هذه الحرب. فالحمد لله كل الناس دي بتتكلم حرام اللي بيحصل ده، انما لا، ده شعب انتصر وضحى 6 سنين في حرب استنزاف، شفنا فيهم كل انواع نقول التعب، ولكن الشعب يعني نقول يتحمل. بص يا احمد النهارده برضو ارجو ان اي حد يخش على الانترنت معارك نقول الحروب الحديثه، الحروب الجيل الرابع والخامس، تلاقي الانترودكشن يا جماعه، خش على النت وشوف المقدمه يقول لك ايه. ان في حرب 67 انتصر الجيش الاسرائيلي على الجيش المصري، دي حقيقه، ولكن لم تركع مصر، لم تهزم مصر. ليه؟ لان الشعب فضل صامد. الشعب هو اللي رجع الرئيس لما تنحى. الشعب اللي وقف مع القوات المسلحه وقالت احنا وراكم وعنكم. اذا دلوقتي بيقول لك ايه؟ الحرب الحديثه الرابعه والخامسه بقى ما بقتش دبابه لدبابه ولا مدفع لمدفع، لا، عايز اسقط مين؟ الشعب. لان الشعب هو اللي وقف مصر، هو اللي منع ان مصر تهزم في حرب 67. الجيش انهزم، لكن مصر فضلت واقفه مين؟ بالجيش. عشان كده النهارده كل الضربات لمين؟ للشعب، بالاكاذيب والاشاعات والافتراءات، عشان الشعب يفقد الثقه بالجيش بتاعه، يفقد الثقه بحكومته، بدولته، برئيسه، فتنهار الدوله. فعشان كده مصر بقول لك بتدي القدوه دايما في كل حته، ان في 67 هذا الشعب هو اللي حمى مصر، ولم تنهزم مصر، ولم تركع مصر. سيادة اللواء سمير، خلينا نرجع ل 23 ديسمبر 2012. الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يصدر قرارا بحظر تملك الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية. وزير الدفاع يحظر على الأجانب تملك أراضي في سيناء. ناخد عناوين سريعة. العناوين اللي عندنا. عناوين يا جماعة. ننزل ثانية واحدة حضرتك، خلي حضرتك معايا معلش. عشان ناخد العناوين وحضرتك معانا. وزير الدفاع يصدر قرارا بحظر تملك الاراضي المتاخمه للحدود الشرقيه. عايزين احنا جايين بس عشان نعرف بس الرجال قاده عملوا ايه، عشان ده امتى كان محمد مرسي عيسى العياط
هو اللي بيحكم. والرئيس عبد الفتاح السيسي وزير للدفاع، عمل ايه وزير الدفاع اللي قدامكم ده وسياده اللي هو سمير يتكلمنا عنه حالا؟ ايه وزير الدفاع كذا، بناخد الاخبار، في اخبار ناخد باقي المواقع سريعا سريعا، باقي المواقع، باقي المواقع نشوف باقي المواقع. ايوه باقي المواقع. ادي اخبار. طيب ده خبر او دي الاخبار او ده كان واحد من اهم القرارات اللي كانت 23 ديسمبر 2012، هذا الرجل بيحافظ على سيناء. طيب قبل ما نروح لسيادة اللواء دكتور سمير فرج، كنت قابلت الرئيس محمود عباس في 24/8/2014 في حوار، كان الرئيس محمود عباس في زيارة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت معاه لقاء في اليوم ده، كان قال لنا كلام مهم. جزء من هذا الحوار هذيعه لحضراتكم عشان نعرف مين اللي كان هيبيع مصر. الرئيس محمود عباس في الحوار اهو قال لنا شخصيا، ولما على واحنا بنسجل الحوار، فالمعلومات اللي كم المعلومه اللي قالها الناس اللي كانوا عايزين يسلموا 1600 كيلومترا، قلت له مين واحنا في الفاصل؟ قال لي محمد مرسي عرض عليا الحكايه دي وانا رفضتها. اسمعوا معانا الرئيس محمود عباس هذا الكلام، الحوار ده يوم 24/8/2014. نسمع الرئيس محمود عباس عشان نعرف مين اللي كان عايز البلد دي تتقسم ومين اللي كان عايز يسلم البلد دي للإرهاب. نسمع. معروف موقف إسرائيل. هلا أقول لك شو موقف إسرائيل بقى. موقف إسرائيل تريد أن تبقى غزة منفصلة عن الضفة الغربية. نعم. وهون بنحكي بقى بإصرار وما عندوش مانع يكون هون كيان منفصل، وما عندوش مانع إنه إذا مصر بتتكرم على غزة ب 1600 كيلو تعطيهم إياها، بتعرفوا القصة. طبعاً إحنا كانوا عايزين يعملوها قبل كده، إنه حل مشكلتهم على حسابنا، وهي معروفة بمشروع إيجورا آيلاند، وسمعناها في مصر في الفترات الماضية ورفضناه. فإسرائيل ما عندها منع، أما بالضفة فهي ترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا الرئيس محمود عباس، هذا الكلام اللي قاله 24/8/2014، إنه مصر تتكرم وتدينا 1600 كيلومترا. وقتها في الفاصل سألته مين؟ قال لي محمد مرسي عرض علي وأنا رفضت هذا الكلام. يخلص قصة غزة وإدي سينا لغزة. تفضل سيادة اللواء دكتور سمير فرج. طبعا والله يا احمد دي كانت مأساة فعلا، وعشان كده انت فاكر لما حصل حوار بيني في 6 اكتوبر السنة اللي فاتت مع سيادة الرئيس، وانا قلت له كلمة واحدة، قلت له سيادة الرئيس السيسي بعد 100 سنة الناس هتقول ايه؟ هتقول انك انت خلصت مصر من الاخوان. وكل اللي بتعمله ده قوم لمصر، ولكنك خلصتنا من الاخوان، دي كان اكبر حاجه. واديك شفت النهارده انت اهو صوت وصوره مع الرئيس عباس بيقول كانوا الاخوان هيبيعوا ارضنا نقول ايه مش للفلسطين، انما هيدوها لاي حد بره عشان يحلوا القضيه الفلسطينيه. طبعا يا احمد الكلام ده لما كان سيادة الرئيس السيسي موجود وزير دفاع وشاف الكلام ده، عشان كده اصدر القرار بمنع تملك الاراضي في سيناء لغير المصريين، وادى قرارات كتيره جدا، حتى هناك من كان مستاء لان هناك مستثمرين جايين وعايزين يشتغلوا وعايزين يبنوا فنادق وبالذات في جنوب سيناء، فقال لا لن نسمح، وحتى اذا حد عمل لازم تكون الغلبه للمصريين، ده لو عايز يعمل فندق او يعمل مشروع استثماري في سيناء، وان غير مسموح هو بيمضي العقد غير مسموح له ان يبيع بعد كده لحد تاني يعني غير مصري، وبالتالي انت عارف ممكن بقى ده فلان يجي ويعمل شركه وياخد جزء 40% وبعد كده يبيعها لاسرائيلي، مين تبص تلاقي اسرائيل اشترت. فعشان كده حقيقي من انا بحييك النهارده انك انت فتحت هذا الموضوع، لان من الموضوعات المهمه اللي حافظت على الارض المصري. اسمح لي يا احمد برضو ما دام انت فتحت موضوع سينا نكلم الناس عن سينا، ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. ماشي اسمح لي في اول خريطه عند حضرتك. ايوه عن سينا. سينا نوضح بس نوضح للناس بالراحه عشان ايه احنا بنفهم. ما احناش لا مع ده ولا مع ده. احنا بنشرح للناس نقول لهم خريطه سينا، ودي الخريطه الاولانيه.
سينا بتمثل يا جماعة سدس مساحة مصر. تمام؟ عبر التاريخ كله سينا كانت كل مع يعني معبر للهجمات ضد مصر. من اول الهكسوس 4000 سنة. الاسكندر الاكبر جا منين؟ من سينا. الحملة الصليبية التانية جت منين؟ من سينا. حتى دخول الاسلام لمصر جمع عبر مين؟ سينا. حرب 56 67 73 واخر بلوة الارهاب. فكانت الفترة دي كلها سينا هي البوابة لنقول اي اعتداءات على مصر وهي المطلوب تأمينها. اللي حصل عشان انا برضو ما اقولش كلام من عندي، انا بحب دايما اجيب وثائق. نعم. تعال الصورة اللي بعديها. وهو مجلس الامن بيطلع كل سنة تقرير. تمام عنه. فنشوف التقرير اللي طلع يوم 28 يناير اهو قدامنا على الصورة. أيوة. 2022 مجلس الامن في الامم المتحدة بيطلع تقرير سنوي عن الارهاب. اي حد يخش على النت يطلع الكلام ده عشان احنا ما بنقولش حاجة غير موثقة. نعم. ده التقرير الـ14 بيتكلم عن الارهاب. وقال لان الامم المتحدة سنة 2015 بالقرار 22-53 طلعت قرار ضد الارهاب وبالذات داعش وتنظيم الدولة الاسلامية. قالت ايه في التقرير ده بتاع السنة دي 28 يناير؟ صفحتين عن مصر. قالت ان مصر استطاعت القضاء على الارهاب من خلال ايه؟ تنمية سينا اولا. ثم القوات العسكرية الشرطة والجيش. صفحتين. الكلام ده احمد ليه؟ الرئيس السيسي اول ما تولى الوزارة الدفاع واحنا كنا مخلصين اياميها المجلس العسكري. انا قعدت اول اسبوع كده معهم، فكان اول يوم بيتكلم على الاعلام وعايزين الشفافية. مش عايزين نكذب، ولو في اي حاجة خطأ نقولها وندافع عنها. انا فاكر اليوم ده. بعد ما خلص الاعلام اتكلم على سينا. وكانت اياميها بدأت المشكلة اللي انت عرضتها دلوقتي، ان في كلام ان احنا ندي الفلسطينيين مش عارف ايه وارض الكلام اللي انت عارفه. فقال يا جماعة احنا عايزين يكون مبدأ تأمين سينا نأمنها بايه؟ بالتنمية. ده كان اول يوم او اول اسبوع يوم ما تولى الرئيس السيسي وزيرا للدفاع 2012 بالظبط. وقال انا هنشتغل على الكلام ده. وهو موضوع التنمية. اللي هي قالته مين؟ الامم المتحدة. نعم. السنة دي. نعم. قالت ان مصر نجحت في القضاء على الارهاب بالتنمية اولا. ثم بالقوة العسكرية. نعم. يعني شوف الكلام ده ايه اهو قدامنا اهو الامم المتحدة. نعم. موجود على الشاشة. نعم. واي حد يخش 28 يناير الامم المتحدة مجلس الامن هيطلع القرار وهيطلع التقرير وفي مصر قالت ايه. كويس. لما جينا بقى سيادة الرئيس يبدأ يشتغل في الموضوع ده عشان تأمن سينا لازم تعمل بنية أساسية. لما كانت الأغاني بتقول سينا رجعت لينا تاني، هي ما رجعتش يا أحمد، لأن سينا دي جزء من آسيا. كان في بيننا قناة السويس موجودة. لما جم الناس بتوع الاستثمار، وأنا فاكر يومها كان في، وأنا دايما بقولها دايما، واحد كان عايز يعمل مزرعة فراخ نص مليون فرخ. قال لك الله، طب انا هقعد على المعبر بنص مليون كتكوت 7 ساعات يكونوا ماتوا. فبالتالي كل ده وقف. عشان كده اول حاجه عملها سياده الرئيس السيسي عمل ايه؟ الانفاق والكباري. وهنا بقى يبقى سينا رجعت لينا بالظبط، ان احنا وصلنا سينا بالوطن الام بقت حته واحده. انما زمان هم ما فيش، كان يا دوبك نفق الشهيد حمدي. كل الانفاق الجديده دي اتعملت. وبرضو عايزين نتكلم هنا يا احمد. اللي عمل دي هي الشركات المصريه. تمام. اوراسكوم بتاعت ساويرس والناس اللي كان بيشرف فقط القوات المسلحه. عشان ما حدش يقول لك ده القوات المسلحه، القوات المسلحه كانت بتشرف بتحط الضوابط وبتتابع التنفيذ والاستلام. العمود 16 او 12 سيخ حديد، ايوه يبقى 12 ما هوش 4. فده كان دور القوات المسلحة. فعملنا الانفاق ما بين 3 يوليو وتحيا مصر والشهيد احمد حمدي 2 بالظبط، بورسعيد السويس اسماعيلية. اتفضل. بالظبط خلاص. فكده انت اول حاجة وصلت سينا بالوطن الام. 10 دقايق اهو تبقى الناحية التانية هنا اول على طول. فضل. والطريق فضل. رايح جاي و100 فل لحد بيوقفك. فضل. ولا حد بيكلمك. فضل. بقت فعلا متصل. نعم. بديت بقى موضوعات تانية. نخش بقى على ايه؟ اول حاجة مطار البردويل. عندك بحيرة البردويل في 5 بحيرات في العالم اللي هم بتطلع احسن انواع سمك اللي هي البردويل. ادي مطار البردويل. منهم
ايه بحيره البردويل، احنا عندنا 11 بحيره في مصر، لكن الوحيده المصنفه من الخمسه الاوائل بحيره البردويل اللي بتطلع سمك البوري والدنيس والسول اللي هو الموسى، تمام؟ البحيره دي كانت انتهت واتدمرت. المينا اتعمل مينا في الصوره الثانيه، هتلاقي مينا موجود. وادي هتشوف المينا القديم بالمراكب اللي كانت تعبانه. دي الحاجات القديمه دي. القديمه اتغيرت كل ده. تم تكريك المينا، فتح قصدي البحيره، البغاز اتحطت على اعماق كتيره، وهتلاقي الصوره الثانيه يا احمد. ادي المراكب الجديده. المراكب الجديده بالزبط. والمراكب الجديده احنا كان قدامنا يا اما نشتري من الدنمارك والسويد او جمهوريات البلقان، خدنا من البلقان لان نفس التكنولوجيا بس اقل، وصنعناها في نقول ترسانه التمساح في الاسماعيليه. 100 مركب جداد النهارده هم دول اللي بيشتغلوا عندنا في بحيره البردويل. الصوره الثانيه التجميع بعد ما بتطلع المراكب دي بترجع الفجر تخش على المينا البردويل، بتطلع تتفرز وبقى في مصنع جديد للتلج والفوم، بتتفرز زي ما انت شايف. والساعة 11 الصبح بتطلع الطيارات، من عشان كده عملنا المطار هناك على اوروبا. يعني حضرتك النهارده تتعشى في باريس او ايطاليا بسمك البردويل. طبعا البورسعيدية وانا بورسعيدي احنا كلهم زعلانين لان النهارده السمك كله بيتصدر. انا عايز اقول لك يا احمد، اسرائيل قعدت 6 سنين في سينا ما فيش سمكه من البردويل دخلت سينا، كله كان بيتصدر لان زي ما قلت لك دي اجود انواع الاسماك. انا نسيت اقول لك ان المكن المراكب اللي طلعت دي احدث انواع التكنولوجيا. المركب ده في مصنع بتاع تلج جوه، كان زمان المراكب القديمه تسرح زي ما بيقولوا او تطلع الطلعه وواخده تلج من مصنع التلج. النهارده لا، انت بترقى وما ترمي الشبك وتلاقي سمك بيطلع تقوم واخده ومشغل المصنع اللي هي المراكب دي. المراكب دي كلها بتشتغل بسونار، كان زمان يطلع واحد فوق القلع من فوق يقول لك الله الميه بترمى ارمي الشبك يبقى في سمك. لا، النهارده دي كلها فيها اجهزه رادار بتعرف الاسراب السمك وبترمي وبترجع. المركب دي بتقعد حتى 12 يوم خارج البغاز وتشتغل وبتاكل وبتشرب وبترجع المراكب تاني. نخش على حد تاني حاجه اتعملت وهي تطوير مينا العريش. مينا العريش يا احمد حاليا بتصرف عليه 4 مليار تمام. والمنطقه الاقتصاديه قناه السويس هي اللي متولياه. كان ساعته ده 4 مراكب. يعملوه 4 مراكب. النهارده بقى ساعته بيتعمل، هيوصل هنشوف الصوره الثانيه اللي بعد كده. وهو هيسع حتى 20 مركب. عشان هيتصدر كل حاجه سينا من هذا ادي المينا. في رصيف بيتعمل 242 متر، السفن التجريه بغطي 7-8 متر، مساحات مغطاه للتخزين، فنار، شمندورات، كل ده المينا الجديد اللي بيتعمل والمفروض هيخلص نص السنة الجاية 2023. نخش على مصانع الاسمنت اللي اتعملت في سينا. النهارده بقى في 3 مصانع اسمنت. كل دول مش هيخصوا مصر، كل ده للتصدير. انت عملت طرق جديدة وعملت مينا جديد عشان دول يتصدروا فين؟ الى كل الخارج اللي موجود. خش بقى على حاجة تانية مهمة جدا وانا بعتبرها اهم حاجة اتعملت في سينا، وهي توطين بدو سينا. ايه اللي حصل بقى؟ انت عارف بدو سينا رحل وايام الفتره اللي فاتت، انا مش عايز اقول في حد، كانت سينا تابعه للشرطه وزاره الداخليه. واتعمل شويه قرى ويجوا الاهالي للشيخ القبيله، خد يا عم، لا مش دي دلوقتي، لا دي الجديده، خد يا عم بتاع المفتاح. فياخد المفتاح ويمشي لانه عايز ميه. الرئيس السيسي وهو مدير المخابرات تولى سينا وقال الفكره ايه يا جماعه؟ لا، انا الاول اعمل بير ميه وبعد ما اعمل البير اعمل ايه؟ المساكن. فالمساكن شايفها دي احد القرى، معمول بير، الاول البير طلع ميه، اتعملت المساكن، اتعملت مدرسه، اتعملت وحده صحيه، اتعملت كل الكلام ده. والمفروض النهارده في شهر 8/2023 هيبقى تم توطين جميع كرة او بدو سينا في هذه المدن الجديده. ولن يصبح في سينا بعد ذلك اي بدو رحل. اضبط بقى الناحيه الثانيه كمان. الحاجه الاحلى من كده يا احمد، هنشوف الصوره، المدارس.
النهارده بقى في نخل والتمد والكونتيلا وبير اللحفن، كل الكلام ده كانش في مدارس قبل كده فيها. فالنهارده داخل السنه دي اللي هو اللي احنا فيها دي، ما تخلص ان شاء الله اول دفعه هتتخرج وتاخد الثانويه العامه من ابناء القبائل دي يا احمد. نعم. فسياده الرئيس امر ان السنه دي هيخش بالتعيين لازم يبقى فيهم ابنائهم من الشرطه والكليه الحربيه ويخشوا عشان يطلعوا وكلاء النيابه كليه الطب اذا انت رجعت اهل سيناء للوطن الام مش بالكلام ولا بالاغاني ولكن بالايه؟ بالعمل. بالعمل وانهم بقوا جزء من هذا المجتمع. نتكلم على انفاق هائل، تنميه هائله وانفاق هائل. نتكلم ده على ده 240 مليون بس قطاع التعليم شمال سيناء. نعم. انا يا احمد كنا احنا بنحضر احتفال طابة انا والدكتور مفيد ورحنا جامعة سلمان في شرم الشيخ. انا فوجئت سينا بقى فيها جامعة بحجم الكليات والتنظيم والجهود، وانا بكلم رئيس الجامعة احنا بنتكلم قبل المحاضرة اللي بنعملها، قال لي ان 70% من الاداريين من ابناء سينا، كمان 3 سنين 4 سنين ياخدوا الخبرة يبقوا 100%. لكن حاليا كل المعيدين والكلام ده من القاهرة. النهاردة سيادة الرئيس اتكلم على زراعة ما يقرب من 500,000 فدان هيكونوا في سينا. جاي لك عليها اهي. جاي لك عليها اللي بعديها. أيوة. جاي اللي بعديها. اللوحة اللي بعديها. نعم. 450,000 فدان اللي هي 500,000 فدان في سينا. نعم. ودول هيتزرعوا منين بقى؟ مش من مية النيل. لان احنا عملنا اضخم محطة معالجة ثلاثية في العالم في بحر البقر. نعم. خدنا المية بتاع الصرف الصحي. الصرف الزراعي. كل ده كان بينزل بحتة المنزلة وكان مدمرها. نعم. في الصورة التانية. نعم. انت عملت الكلام ده عشان تزرع 500,000 فدان في سينا. شوف دول كم واحد بقى هيجوا يعيشوا. نعم. اذا انت النهاردة بديت تنمي سينا، واعتقد ان الحمد لله بالتنمية هيطلع الاستقرار. ما هو ده يمكن قبل ما نروح للجزء الاخير، لانه انت هنا بتتكلم على تنمية، بتتكلم على انفاق، ربما بنتكلم على رقم 500-600 مليار، ربما عايز تنفق هذه الارقام في سيناء في التنمية والناس والتسكين، بان عايز توطن اكتر من 1 مليون أو 2 مليون او ربما 3 مليون مواطن في سيناء. نتكلم على المنطقة، المناطق اللي كانت سيناء كانت ايه، والاتفاقية 79 كنا ايه، والنهاردة وضعنا بقى ايه. اشكرك يا احمد. بص يا احمد، انا كنت رائد صغير ولما الرئيس السادات وقع اتفاقيه سلام انا كنت زعلان بمنتهى الامانه. ليه؟ لان احنا وقعنا اتفاقيه سلام. لو سمحت نطلع الصوره بقى الاخيره بتاعه المنطقه الف وب جيم. كانت الاتفاقيه بتقول المنطقه الف اللي هي فيها قوات عسكريه، المنطقه ب كانت قوات شرطه وحرس الحدود اهي، المنطقه جيم مالكش توعد عسكري خالص. فانا في يوم اتخرجت كنت قاعد في يعني العريش ومكتاف، الله فين دي راحت؟ كنت زعلان. ويوم الرئيس سادات بحكمته وعقله قال يا جماعه احنا خدنا دي، وهناك من سيجيء بعدي وهيكمل. السنه اللي فاتت كانت الرئيس سيسي قعد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي واعاد وجود القوات العسكريه المنطقة جيم، واصبحت قواتنا مسيطرة على سيناء بالكامل. هذا الكلام للأسف ما خدش حقه من الإعلام وكتير جدا ما يعرفوش، ولازم نقوله النهاردة. والله يا أحمد أنا قلت أيامها، قلت أنا يعني سعيد أن أنا يوم ما حمود دلوقتي وفي كل جندي مصري واقف على خط الحدود ورجع تاني. إنما قبل كده برضو سيناء رجعت لنا كانت بالأغاني لأنها ما رجعتش. إنما كده النهاردة نقول ان احنا بقرار الرئيس السيسي، واياميها بقى يوم اجتمع مع يعني رئيس وزراء اسرائيل قعدوا بقى طنطنوا وادي يشوف بيقعد مع العدو، لكن بعديها بشهر كانت الاتفاقيه اتفقوا عليها واتوقعت. والنهارده ان كل مصري يكون فخور ببلده، ان المنطقه جيم، ان كل سينا النهارده بيتواجد فيها جنودنا وأبنائنا من القوات المسلحه اللي هو ما كانش قبل كده الكلام ده بيحصل. يا احمد احنا انا كنت في المنطقه الف وجينا مره كنا عايزين نروح هناك، قالوا لي اقلع اللبس العسكري ممنوع تخش المنطقه جيم. لو الامم المتحده هتعمل مخالفه لمصر نقول ايه؟ نقول ايه؟ فالنهارده بقول لك انا عن نفسي سعيد ان انا يعني اغادر حياتي والمنطقه جيم او سينا كلها
اصبحت تحت سيطره القوات المسلحه. ربنا يعيد حضرتك الصحه يا رب باذن الله. متشكرين يا احمد وكل التحيه لحضرتك. ولكن خلينا قبل ما نختم يعني، ودايما بنستمتع بكلام حضرتك وتشرح لنا ويعني بشكل مفصل وتوعيه للناس كمان على هذه الاوضاع وفي ظل كمان الاحتفالات بانتصاراتنا اكتوبر. النهارده سيد وزير الخارجيه كان عامل لقاء مع وزير الخارجيه اليوناني، وكان في رفض تام من مصر على ما قامت به تركيا مع ليبيا الاسبوع الماضي، واللي هو امتداد لعمله في 2019 توقيع مذكرات تفاهم تسمح لتركيا انها تنقب عن بترول عن غاز في الاراضي الليبيه وفي المناطق الاقتصاديه الليبيه. حضرتك بتشوف هذا الامر ازاي في رفض مصري تام لهذا الموضوع؟ تمام يا احمد. انا بكتب يوم الخميس في الاهرام. ازيك انت بتكتب الجمعه؟ طبعا نعم. انا بكتب يوم الخميس في الاهرام. نعم. فانا يوم 8 فبراير والاسبوع اللي بعديه 15 فبراير 2019 كتبت مقالتين: التحرش التركي للغاز في المتوسط. تمام. طيب نشوف اول بقى صوره عندنا او اول لوحه. نعم. اللوحه دي اولا كلها من الانترنت. افتح الانترنت ماكنزي هتلاقي الصوره بتاعه الاوضاع اللي موجوده وحقول الغاز والدول وحقول الغاز. نعم. طيب نقول يا احمد في الامم المتحده عامله قانون خلاص بتقول ايه؟ ان المياه الاقليميه لاي دوله 12 ميل. يعني كده وانت واقف فوق شط اسكندريه 12 ميل لو حد دخل يضرب بالنار. دي المياه الاقليميه. الامم المتحده بتقول ان لو 350 ميل من حقك تفتش على الغاز. لو 200 ميل تصطاد. خلاص. فبناء على كده برضو تتحسب للرئيس السيسي انه رسم الحدود البحريه اهي قدامنا. موجوده. شوف ايجيبت وفوقها سايبرس اللي هي قبرص. وهتلاقي باللون البرتقاني على الجنب ده حقل زهر. هتلاقي في قبرص عندنا برضو باللون البرتقاني افروديت الحقل بتاعها. تحت عندنا الوان برتقاني في قدام الدلتا كده في البحر المتوسط اللي هي سلامات والكلام ده كله الكذا حق اللي بيتمه اللي بيجيبوا لنا 3 4 مليار. لكن زهر لوحده بيجيب 3 مليار دولار. لو بصينا على الرسم البياني اللي في الجنب الكلام ده كله من افتح ماكنزي على الانترنت عشان ما حدش بيقول انا بقول ولا بعمل. خلاص. لسان حقل زهر لحد 2045 هيجيب لنا كل شهر كل سنه 3 مليار. نص دخل قناه السويس. زائد الحقول اللي حاليا اللي موجوده 3 4 مليار. في عندنا 64 حقل استكشافي. لو طلعنا منهم 3 4 زهر تانيين ده احنا هنكون عدينا. ماشي ان شاء الله. طيب يا رب. ان شاء الله. نخش بقى على اللوحه الثانيه اللي انت اتكلمت عليها. نعم. اللوحه اللي بعديها. نعم. جه الاخ فايز السراج الله يلا مش عارف ايه راح عامل عقد مع تركيا اتفاق وراحوا مرسمين حدود كانها حته التورته يا احمد. بص حد يعمل كده؟ خط كده وخط كده. طب كريت اليونانيه فين؟ الحقل فين؟ حدودها فين؟ المياه الاقليميه. الكلام ده كله طبعا كان كلام اولا غلط لانه فايز سراج رئيس حكومه وكانش من حقه. وبعدين لو عمل كده لازم البرلمان يوافق. يعني النهارده هل يجي الدكتور مصطفى مدبول يوقع عقد مع اي دوله؟ لا. في لازم البرلمان يوافق. ده كل الدول. حتى اردوغان راح مدخلها البرلمان التركي يوافق عليها. لكن ليبيا ما وافقتش. المهم مصر كنا بنتداول بقالنا 10 سنين مع اليونان. رحنا عملنا اخيرا وصلنا لاتفاق وهو اللوحه اللي بعديها رسمنا الحدود مع اليونان. وانت لما بترسم الحدود لو نبص اللوحه اللي بعديها بترسم الحدود يا احمد الدول بتمضي وبعدين توديها للامم المتحده. الامم المتحده تمضي يبقى خلاص. ليه مزيتها ايه يا احمد؟ الشركات ما تخشش تنقب عندك الا لما تكون انت مرسم الحدود مع الدول اللي جنبك وموقع عليها منين؟ من الامم المتحدة. فاحنا لما رسمنا الحدود مع اليونان وعلى ايطاليا نبص اللوحه اللي بعديها اتضربت الترسيم اللي كان عمله اخوك اردوغان مع ليبيا. مع ليبيا. بص على اللوحه الثانيه اهي. بص انت رسمت والحدود مظبوطه تبع الامم المتحده واحنا ماضيين تبقى الاتفاق الدولية وبالتالي ضاعت الكلام. وعشان كده انا كتبت المقالة بتاعتي ايامها. وانا بقول لك يا احمد الفترة القادمة اذا حصل اي حرب ستكون بسبب الغاز
في شرق المتوسط. النهارده جه الافندي الجديد وراح دبيبه وراح ماضي تعاقد مع تركيا. وبعدين ده ايه؟ حد في الدنيا بيتعاقد مع دوله تنقب على البترول قصاده؟ يا راجل ما احنا متعاقدين مع ايني وشيل وبريتش بتروليوم هات شركات. انما النهارده عشان تمضي حاجه زي كده وزير الخارجيه وزيره الخارجيه الليبيه بتمضي، ده فين حق الشعب الليبي؟ هو النهارده عشان دبيبه يقعد، وطبعا الناس مش عارفه دبيبه ده كان اصله ايه؟ مقاول. نعم. مقاول. انت فاهم؟ ايام عهد القذافي. نعم. النهارده هو قاعد مبسوط بالحته اللي قاعد فيها. هو قاعد بطريق غير شرعي كمان. هو طبعا مدته انتهت. مدته انتهت وخلصت، انما بيعتمد على مين؟ على 20,000 ملتزقه. النهارده الدخل بتاع البترول الليبي بيروح للمرتزقه. بيروح لتركيا لانها عامله قاعدتين عسكريتين عنده في طرابلس. طيب رفض مصر سياده اللواء سمير، رفض مصر بشكل واضح لهذا الامر وما تم توقيعه ما بين تركيا وما بين الدبيبه حكومه غير شرعيه، رفض مصر ماذا يعني في حاله انه ليبيا بدات عمليات تنقيب وطبعا في هذه المناطق اللي هي المفترض انها او تجاوزت اللي الرئيس رسمه في 2020 الخط الاحمر، ايه اللي ممكن يعني ايه القادم في الملف ده تحديدا؟ هل ده معناه ان احنا بنتكلم على يعني عوده لازمه كبيره؟ يا احمد عشان كده الكلام ده بقى نقوله للناس اللي كانت تقول لك انتوا جبتوا المسترال ليه؟ وجبتوا الرافال ليه؟ وجبتوا الفرقاطات ليه؟ والغواصات ليه؟ عشان تحمي استثماراتك. شوف الناحيه الثانيه في ايه يا احمد؟ النهارده اسرائيل واخده البروك رقم 9 في لبنان وبتطلع منه ولسه ما اتفقوش، وقال لك الحقل انا هاخده وهنتج غاز السنه اللي جايه الشهر اللي جاي. ولبنان بتستورد غاز. ليه؟ ما عندهاش قوة عسكرية. اذا ده لازم يقول لنا ايه يا احمد؟ ان لن يؤمن حدودك واستثماراتك غير ان يكون عندك قوة عسكرية. مش لازم نحارب، احنا مش جايبين نحارب يا احمد. احنا جايبين عشان نرضى اي حد. اوعى تقرب لحدودي. لكن النهاردة بالمنظر ده هتلاقي على جنبك بكرة الصبح في البحر المتوسط تركيا. فالموضوع هيشتعل. فحقيقي وعشان كده النهارده كان الاتفاق ومقابله وزير الخارجيه المصري مع اليوناني هيكون حاجه مهمه، واعتقد اليونان مش هتسكت لانها هتبلغ حلف الناتو والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي قبل كده رفض الاسبوع اللي فات الاتحاد الاوروبي طلعوا بيان رفض رفض للكلام ده بالزبط. وخاصه لما كان بيتحرش مع قبرص وهي عضو الاتحاد الاوروبي. اردوغان طبعا النهارده بيحاول يجيب فلوس من اي حته، الهبره بتاعت ليبيا كويسه، الفلوس كلها بتاعت الشعب الليبي راحه لاردوغان، انت فاهم، عشان يحمي الدبيبه ويقعد. انا طبعا الدبيبه ممكن بكره يعملوا مشكله زي ما حصلت قبل كده نقاش في كام شهر واشتكت، انما ده واقع. النهارده فلوس الليبي الشعب الليبي راح فين؟ راح ليبيا عشان تحمي دبيبه وانه يفضل موجود في كرسي الحكم، ولكن مدته انتهت وليس من حقه انه يوقع على اي اتفاقيه، حتى لو وقع فالبرلمان رافض. البرلمان رافض وفتح بشاغه اللي هو الرئيس الشرعي رافض. رافض، فاذا بالتالي بكل المقاييس مرفوضه هذا الاتفاق، وارجو الا يشتعل الموقف في المنطقه وندخل في دوامه ثانيه الفتره القادمه. اشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور سمير فرج، كل التحيه لحضرتك. ده واحد ايضا من الملفات المهمه والملفات الساخنه والملفات اللي هي يعني هيكون ليها فترة جاية يعني كلام كتير في هذا الملف، الملف ده تحديدا هي زي ما قلت لحضراتكم من شوية هيعلى الفترة اللي جاية، انه اللي تم ده ليه اهداف كثيرة جدا هنتابعها طبعا، واكيد الدنيا كلها هتبقى شايفة اللي بيتم سببه ايه، اشمعنى التوقيت ده تحديدا، يرجعوا تاني يتكلموا على اتفاقيات على كذا، ايه اللي حصل ملف، ولكن هو ملف مهم. كم يوم اللي فاتوا طبعا كان فيه البنك المركزي، البنوك المصريه كانت عملت قواعد خاصه بسحب النقدي. حضرتك موجود بره فمعاك البطاقه بتاعتك صادره عن اي بنك من البنوك، حددوا لحضرتك مبلغ في الشهر. مفيش غيره. المبلغ ده في بعض الناس كانوا بيسحبوا قده 10 مرات في اليوم. يعني في ناس سافر يعمل عملية واثنين وسبعة وعشر عمليات، عمليات سحب يعني. يسحب له مبلغ 5 10، في ناس كانت بتعمل كده. فقعد له بره مثلا 5 6 7 ايام فتلاقيه سحب له رقم. فبقت البنوك تشوف او تلاحظ
انه في اللي بيطلقوا عليه واللي اطلقوا عليه، كنت بكلم عدد النهارده من يعني مسؤولين في بعض البنوك، سوء استخدام. سوء استخدام فلوسك، محدش قال لا، ولكن في اللي بيسموه في المصرفيين يعني انت بتستخدم هذا الامر وانت قبل كده ما كنتش بتعمله. طب اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى زادت عمليات السحب الكاش بره؟ في بريطانيا، في دبي، ولا في ابو ظبي، في الكويت، في السعوديه، بتعمل رايح لعمره، قاعد في اوروبا بتتفسح، قاعد في امريكا بتسحب دولارات، هنا بتسحب بالعمله، العملات الاجنبيه في اي مكان انت موجود فيه يعني. فلقوا الحكايه دي ايه؟ زادت. وانت في وقت عندك يعني عمليه صعبه. فكان كل بنك النهارده حدد الحد الاقصى، انك في الشهر هتسحب مثلا 1000 دولار. حد تاني قال لك 1500 دولار، حد تاني قال لك لا 700 دولار، يعني كل بنك حط لنفسه كده يعني رقم حد اقصى للسحب بالنسبه للسحب النقدي. قبل كده ما كانش فيه مشكله بالمناسبه، ولكن لما حصل سوء الاستخدام ده دفع البنوك انها تاخد اجراءات، انه اولا تحافظ على الكلام ده. دور البنوك كمان لازم يكون في محددات لهذا الامر، وكمان حتى لو انت بتشتري يعني مش سحب النقد كمان، لا ده كمان الشراء، يعني خلي الاتنين، انه بسحب واشتري. وانت بتشتري يعني في ناس تشتري يعني بيلاقي نفسه بيشتري بارقام فلكيه، يعني محدش كان بيقول لك بتعمل ايه؟ حسابك وبتشتري وخلاص، بتدفع رسوم معينه كانت تقريبا 2-3% تقريبا، زودوا كمان ده. يعني في بعض البنوك كمان زودوا الرسوم الخاصه بيه حتى سواء للسحب او حتى للشراء، عشان بيحاول كمان يعني يضغط شويه على او يخلي الناس يعني يعمل ضوابط، نقدر نقولها كده، ده المسمى الافضل، ضوابط لعمليات الشراء في الخارج وعمليات السحب في الخارج. لانه حصل زي ما بقول لحضرتك ضغوط كبيره جدا على البنوك المصريه من الناس كلها، كل الناس اللي بتسافر، وعندنا بسم الله ما شاء الله اعداد طالعه تحر، محدش يقول لك لا. يعني ما عندكش مشكله في السفر سافر، ولكن انت عندك مشكله في مساله الاموال. عايز اقول لكم حكايه، احد مسؤولين البنوك النهارده الكبار اتكلم معاه الظهريه كده، فقال لي عايز اقول لك عارف في حكايه بتحصل ورصدناها، انه حضرتك سافرت سحبت مره 2-3-7، بقول لكم حصل، ثم كلفت اهلك هنا يحطوا لك مبلغ في حسابك بالجنيه المصري. بقول لكم احد يعني مسؤول البنوك الكبار يعني مبلغ بالجنيه المصري وانت قاعد في الدوله سين او صاد، مش هسمي الدول يعني، فبتسحب، ما انت عندك اهو حط لك 100,000 جنيه 200,000 جنيه ربع نص مثلا، حط المبلغ خلاص، وانت قاعد بتاخد بالعملة البلد اللي انت فيها، فانت هنا بتحاس بت 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 بتودع بالجنيه وبتسحب بره بالدولار او اليورو او الاسترليني او الدرهم او الريال ايا كان العملة. يعني ده حصل ناس كتير، وانا بقول لكم اهو كتير عملوا كده. حتى لو انت بتسحب يعني مش عايز اقول عملات تانية يعني لدول بعينها، وناس كتير بيسافروا هناك وبيتفسحوا وبيشتروا وبيعملوا. فهنا الوضع ايه؟ وضعك تعمل تتعامل ازاي مع ملف زي كده؟ فكانت البنوك تحط هذه الضوابط.
مش هدفها ان انا بضايق، لانه في بعض الناس قال لك ايه انا فلوسي وانا حر. فلوسك حضرتك حاططها بالجنيه، لما بتيجي تصرف بره بتصرف بعملة البلد مش بتصرف بالجنيه المصري. مش معنى انه موفر لك هذه السهولة، وطبعا ده بيقول لك قال لك اه ما شفته اصل البلد داخلة، البلد عندها الدولار ده النهاردة عايز تحافظ عليه عشان الاكل، ما عندناش مشكلة. البترول ما عنديش مشكلة، عندي لسه بستورد حاجات عند، مش كده؟ طب الاولوية ايه النهاردة؟ يعني سايب الدنيا على البحر كده؟ هو في كده؟ فانت بتحاول تعمل تدبر حالك. وطبعا النهاردة بعض الناس ايه قالك طب السوق انت هتعمل كمان هترجع تاني تعمل لي سوق سودا؟ مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها عملة يبقى لها سعرين ابدا في اي مكان، فيش. ده أشقانا في الجزائر ولهم كل التقدير، يعني وزير العدل قال لك اللي بيتكلم في السلع وبيتكلم يعملوا له قوانين واجراءات معينه. أشقانا في الجزائر وزير عدل جزائري. فانت النهارده بقت الامور لازم يا جماعه، ما ينفعش كمان، لان انت في الاخر ايه؟ تيجي تقول ان انا خدت سحبت 10,000 دولار مثلا، 5,000 دولار. طيب هتبيعهم بكام في الاخر؟ كسب يعني عملت كام يعني؟ طيب واحد خمسة وواحد الف وواحد سبعة وواحد عشرة، في الاخر بقى في رقم، بقى في رقم انت بتتحمله، انت مسؤول عن الحكاية دي وبتتحمل هذا الامر. فانت طبعا عشان كده النهاردة بقت البنوك بدأت تعمل، النهاردة بنك مصر والبنك الاهلي، بنك مصر النهاردة بيعمل شهادة دولارية بعائد كبير. خلينا نروح للاستاذ محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك رئيس اتحاد البنوك المصريه ورئيس بنك مصر. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا استاذ احمد. خلينا نبدا النهارده من الشهاده الدولاريه الجديده. احنا بنتكلم على شهاده بعائد، نقول التفاصيل ايه؟ بنتكلم على شهاده واحده، اكتر من شهاده، العائد قد ايه؟ ايه الهدف ان احنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس احنا عندنا الشهادة سنة وثلاث سنين. عندنا الشهادة ثلاث سنين وخمس سنين. أيوة. الأسعار. نعم. الأسعار بتتراوح كل الثلاث سنين بتوزع شهري، وكل ثلاث شهور وكل ست شهور. نعم. والخمس سنين برضو بتوزع شهري وكل ثلاث شهور وكل خمس شهور. بتديني كام شهر وبتديني ثلاثة او بتديني سنة؟ خليك معايا سنة. نعم فضل. طيب ايه محمد دي بتديني كام عشان اجيب لك الارقام بالظبط مع حضرتك مع حضرتك فنشوف. عندك الثلاث سنين عندك 5 و15، هي كانت اصلا 2.25%. دلوقتي بقت 5 و15 بتدي لك الفايده شهري. ولو هتاخد الفايده كل 3 شهور 25. ولو هتاخد الفايده كل 6 شهور 5.25. ايوه. ولو هتاخد الفايده سنويه 5.30. ايوه. دي شهاده الثلاث سنوات. فطبعا دي طبعا ارتفع يعني زي ده تقريبا اكتر من 100% من الاسعار الفايده القديمه. ده نتيجه انه الفد في امريكا رفع اسعار الفايده وبالتالي احنا رفعنا. فالنهارده اللي هيستثمر شهادته بالدولار في بنك مصر او البنك الاهلي هيتمتع بالفايده دي. عاوز ياخد الفايده شهري هياخد 5.15%، عاوز ياخدها ربع سنوي هياخدها 25، عاوز ياخدها كل 6 شهور هياخدها 5.25، عاوز ياخدها سنوي هياخدها 5.30. احنا بنتكلم لاول مره يكون عندنا العائد ده على الدولار. العائد ده كان زمان كان زمان موجود وبعدين نزل لغايه ما وصل 2% و2.25 ورجع النهارده. شهادات سواء في بنك مصر او البنك الاهلي بيتمتع بيها الواضحه حسب بقى رغبته، عاوزها شهري عاوزها ثلاث شهور عاوزها ست شهور عاوزها سنه، عنده الاختيار اللي هو عاوزه يقدر يربط بيه الشهاده. بدانا طرحها النهارده مش كده؟
تم طرحها النهارده، والشهاده ممكن يربطها عن طريق الاونلاين على طول عن طريق الموبايل، او لو هو مش عميل وعاوز يجي يفتح حساب يفتح حساب في البنك مباشره لو ما عندوش الحساب في بنك مصر او ما عندوش الموبايل اب، او يقدر يروح البنك الاهلي، او يعني متوفر الاسعار دي موجوده بدءا من النهارده، وكان من يوم الخميس البنك الاهلي طرحها. طيب هل النهارده مع بدايه الطرح بدانا نلاقي اقبال بدات الناس، ولا لسه الناس دلوقتي بتشوف؟ يعني لا ده الكلام ده لسه النهارده يعني بنتكلم عنها، فهيبان بقى الكلام ده خلال الايام القادمه، لانه الناس اوقات كان في ناس شايله فلوسها في البيوت وتقول لك انا هاخد 2% هاخد 1.5%، لا دلوقتي هياخد 5.30 وياخد الفوائد شهري او ربع سنوي او كل 6 شهور. فعنده المميزات دي، ودي طبعا شهاده مميزه. وان شاء الله شايل فلوسه في البيت، ده شايل دولار ولا شايل جنيه؟ لا، واللي شايل فلوسه البيت في اللي شايل دولار وفي اللي شايل جنيه. بس اللي شايل جنيه ده بيتهيألي يعني هيحطها في البنك هياخد كان في شهاده 18% وكان في شهاده ال 14% كل 3 سنين ما زالت موجود. فطبعا طبعا مش هيحط فلوسه في البيت ويقدر ياخد كان 18% او 14% لو حطيتها 3 سنين. طيب انا بسأل المواطن اللي عنده فلوس في البيت دولار او المصريين اللي بره، مش كده؟ او اي المصريين حد اللي بره، المصريين اللي بره بنعمل لهم ان شاء الله شهاده في القريب العاجل بمميزات كمان للمغترب، ان هو يقدر يبدع الشهاده في يفتح حسابه في بنك مصر، البنك الاهلي، اي بنك، ويقدر يتمتع. بس لسه الشروط بنحط شروط مميزه جدا للمغترب بره. يعني دي هتكون اكتر من 5% كمان وارد؟ لا، هتبقى ما نقدرش نفرق بين المغترب المصري اللي عايش بره والمصري عايش جوه، بس المصري اللي عايش بره هيبقى فيه له مميزات هيتمتع بيها ان شاء الله، مش في السعر. طيب التوقيت ان احنا بنصدر الشهادات الدولاريه دلوقتي، هل دي مرتبطه باي شيء، اي اجراءات بنك مركزي بيعمل يعني بالونات اختبار بقى له؟ لا لا، البنك المركزي لا يتدخل في الاسعار. احنا بقى لنا فتره طبعا اسعار الفايده ارتفعت في الفد. فنتيجة ارتفاع أسعار الفايدة، أنت عارف كان أسعار الفايدة ما تتجاوزش 1% في أمريكا. لما ارتفع بقى كذا مرة حصل ارتفاع، فإحنا لابد إن إحنا نمشي مع الأسواق فرفعنا الأسعار الفايدة. هل وارد 18% ترجع تاني الشهادات ولا خلاص؟ لا، ال 18% دي مش شهادة، دي كانت سنة واحدة وهي بدأت في شهر 4 وخلصت في شهر 6، وكل واحد بقى مدته بتخلص بعد سنة. الشهادة دي هتتكرر او لا تتكرر، ده حسب التضخم وحسب البنك المركزي بيرصد التضخم، وهو اللي بيرفع الاسعار لو رفع او بيثبت الاسعار، دي مرتبطة باسعار البنك المركزي لما ياخد قراره. ايه القواعد اللي عملتوها بالنسبة للسحب النقد في الخارج، وليه عملنا هذا الاجراء النهاردة؟ احنا السحب النقدي النهاردة، انت قاعد بره عاوز تسحب كاش ليه؟ المفروض يعني. وبعدين احنا غيبنا النمط اللي بيسحبه. كان يعني انا عاوز اقول لك، كان في فبراير حصل زيادة أكتر من 50% في الشهر الأخير، ده معناها إن في ناس بتسيء استخدام الكروت وبتسيء استخدام السحب النقدي، وده مفروض وعي الشعب المصري إن ده بيأثر على الموارد بالعملة الأجنبية. فالمفروض إن الناس تتجاوب، مش إن هو يسحب ويروح يستخدم 10 كروت ويستخدم أرقام. فإحنا رصدنا الكلام ده، وبالتالي حطينا حدود على السحب النقدي. وإنما السحب اللي هو عاوز يشتري بالكارت في محلات، ده يعني حدود مفتوحه واغلبها لم يتغير. لا يعني العموله بنك مصر لم تتغير، عشان في كلام انه الاسعار العموله بتاعت الكارت زادت، لا هي 3% ما زالت زي ما هي، ما حصلش فيها اي تغير. عندكم بنك مصر ولا كل البنوك؟ حضرتك بتتكلم على كل البنوك. كل البنوك لم تغير سعر العموله اللي بناخدها في استخدام الكارت، سواء النقد سواء عن طريق البوينت اوف سيل او المحلات. ما زادتش من 3 ل 6%؟ ما زادتش. لا لا، ولا بنك من ال 38 بنك اللي في مصر، ولا بنك من 38 زود اي حاجه.
انما في في بنوك طبعا البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في هذا الكلام. أيوة. انما في بنوك حطت حدود، كل بنك اختلفت حدوده سواء في الكارت الكلاسيكي او البلاتينيوم، او كل بنك حط حدود معينه، دي كل بنك حسب طبعا صدره وحسب رغباته. اقصى رقم كعموله في الشهر كام؟ انما كعموله لم يحدث اي تغير نهائي في العمولات سواء في ال 38 بنك. عظيم. وكمان عاوز اضيف حاجه، اللي عنده دولار، عشان في اللي عنده دولار في حسابه دولار وعاوز يحوله، مفيش مشكله عليه نهائي، موجود عاوز يحولها في اي حته مسموح بيها. عشان الناس برضو بيطلعوا، لا ده احنا بنتكلم على السحب بالجنيه المصري اللي هو عاوز يستخدم الدولار. لا، لو انا النهارده بنك مصر حاطط حد اقصى كام، اعلى رقم كام ليا في الشهر وانا بره؟ لا كاش. حسب الكارت، حسب الكارت بتاعك. حسب نوع الكارت بتاعك تقدر اقصى حاجه دلوقتي نقدي في الشهر 1500 دولار، اقصى حاجه. انما 1500 دولار نقدي. انما لو عاوز تستخدم الكارت في المحلات في الشهر، لا عندك لغايه 50,000 دولار في الكروت الكبيره. فما يعني ما اظنش في حد هيروح يسحب اكتر من هذا المبلغ. ده في حسب نوع الكارت متحدد الحدود. لكن بالنسبه للشراء مفيش حد اقصى زي ما حضرتك بتقول كده بيشتري. لا، بقول لك اللي بيشتري في حدود، بس الحدود مش زي الكاش، لا الحدود مفتوحه. يعني الكارت العادي خالص يقدر يسحب لغايه 9000 دولار. كروت الائتمان اللي هي له حدود لم نغيرها. الكروت البيبت اللي هو بيبقى عنده حساب، دي حطينا لها حدود، لا الشخص يقعد يغذي ويسحب. احنا كل ده بنحافظ على موردنا بالعمله الاجنبيه. ما دام في ناس بتستخدم الكروت بطريقه غير سليمه، لازم يبقى في رقابه ونتدخل، لان ده من مصلحه الدوله ومن مصلحتنا جميعا ان احنا نحافظ على موردنا بالعمله الاجنبيه. لما الارقام تتصاعد في شهر، قد ايه عندكم في بنك مصر قد ايه مثلا؟ لا انا مش عاوز اقول ارقام. انما اللي انا بوضحه انه يعني لو قارنا بين يناير وبين شهر 9 هنلاقي فيه اكتر من 100%. فده معناها انه الناس بتسيء استخدام، بعض الناس طبعا مش كل الناس بتسيء استخدام الكروت. فلازم كنا نحط معايير ومسموح للناس تشتري زي ما هي عاوزه في الحدود اللي هي مسموح بيها، مفيش اي مشكله. لكن انما النقدي ده هو ده اللي تحدد له حدود، لانه النقدي ده ما انت محتاج نقدي ليه؟ معاك الكارت ومعاك كل حاجه. انما لو عندك حد بيتعالج او حاجه، دي مفتوحه ما دام بندرس الحاله، بنفتح علاج او دراسه، الاثنين مفتوحين او دراسه بره بنفتحها طبعا، ما فيش اي مشكله نهائي. لكن اي حاجه ثانيه لا. حتى لو عميل متميز، حاجة تانية يعني اي حاجه ثانيه له حدود محطوطه له، ويقدر يستخدم لغايه 50,000 دولار حسب نوع الكارت بتاعه. تمام. يعني زي ما بقول لحضرتك، لو لانه بعض الناس بيقولوا ايه، قالوا ما دي فلوسنا، ليه انتوا بتعملوا علينا اجراءات؟ لا يا بيه، لا 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 ضبط علينا. ما انا بقول لحضرتك كلام بعض الناس، فلوسهم يعني. لا فلوسهم بالجنيه المصري. اللي فلوسه بالدولار يقدر ياخد الدولار زي ما عاوز، اللي فلوسه بالجنيه المصري دي حدود البنوك هي اللي بتمول العمله الاجنبيه. فمفيش حاجه يعني، هو لو فلوسه عنده، لو عنده 1,000,000 دولار وعاوز يحولهم بره، من حقه، ما حدش يقدر يقول له حاجه. انما النهارده عاوز يستخدم بالمصري بالدولار بره، لا. لازم يبقى في حدود، لانه ده كده بياخد من موارد الدوله. طيب، هل ممكن برضه، لانه بعض الناس الفتره اللي فاتت وحك عارف الشائعات اللي طلعت وبتطلع كل يوم، الحقوا فلوس كل في البنوك، عايز طمنا وتطمن الناس، ام يعني مش انا طمن حضرتك الناس بالنسبه اموالهم وضيعهم؟ انا مطمن الناس اهو، لو اي عميل عنده دولار في حسابه وحب يحوله بره، ايا كان المبلغ هيحوله في 5 ثواني، مفيش اي مشكله. والفلوس طبعا والبنوك كلها في مراكز قويه جدا وامنه، ومراكزها يعني في منتهى القوه، والميزانيات هي اللي بتحكم هذا الكلام. نعم. فعندنا فاحنا بنطمن الناس جميعا، بل بالعكس احنا النهارده لسه هنعمل كمان شهاده للمغتربين، اللي هي شهاده بلادي، بس هنحسن الشروط بتاعتها ان شاء الله في القريب العاجل. شهاده بلادي دي شهاده حضرتك بتقول هتحسنه يعني قواعد تحفيزيه. ان شاء الله باذن الله للمصريين في الخير. ماشي يا احمد بيه، ان شاء الله. محمد بيه لتريب، بشكرك شكرا جزيلا وكل التحيه لحضرتك. زي ما قلت لحضراتكم من شويه، الحكايه هي كده. حضرتك النهارده لو عندك دولار، حساب بالدولار،
استاذ محمد ادريب قال لك لو عندك عايز تحول مليون دولار ما عنديش مشكله، يبقى ما عندكش مشكله. هي كانت مشكله ايه؟ اللي هي الجنيه المصري، الجنيه المصري، فتسحبه بره بالعمله اللي انت البلد اللي انت قاعد هناك، فتاخد ده عشان ايه؟ قال تحقق شويه فلوس اللي هو مضاربه او سوق سوداء او تكسب شويه. طب وبعدين؟ طب اهو خليته البنوك خدت اجراءات، يعني لا بعض الناس اساءوا، بعض الناس اساءوا، فبقى الموضوع عام على الجميع. لكن عندك حساب بدولار ما تسحب، حد يقول لك ما تاخدش دولار فلوسك، خدها، عايز تحولها ما تحولها، عندك باليورو ما تحوله، محدش يقول لك لا، حسابك بتاعك فلوسك، ولكن بالجنيه المصري وتيجي بره تسحب، هي دي بقى ده الموضوع اللي تحط له ايه؟ قيود، ضوابط، عشان نحافظ على العمله. ما هو البنك النهارده انت عندك حساب هنا ولا حساب في بنك اخر ولا كذا، لما بتسحب بره ما هو البنك هو اللي بيمول ده، مش فلوسك انت حاطط عندك وديعه ولا فلوس بالجنيه، بتسحب بره بايه؟ عايز تشتري، عايز تاخد، عايز ما عندك الكارت، ما تصرف زي ما انت عايز، اشتري زي ما انت عايز، في حدود الكارت بتاعك، البطاقه بتاعتك، حد الاقصى بتاعها بتصرف، اشتري. هي قال لك المشكله في السحب النقدي، سببه ايه وليه؟ ففي قواعد اتحطت، قواعد بسيطه مش قواعد يعني مزعجه للناس، انه كان في خلط كمان انه ده هيعمله وده معناه، لا، اللي عنده حساب باي عمله له حق. استاذ محمد الاتريب اللي بيقول مش انا، ده الراجل اللي ماسك اتحاد البنوك المصريه كلها وبنك مصر، لو عندك حساب بالدولار عايز تحول فيه مليون، عايز تحولهم، ما حدش يقول لك لا، فلوسك حقك، حدش هيقف في طريقك. فالامر ده بيقول لك ايه الرساله؟ انه ما عنديش ازمه في اموالك الخاصه اللي انت عايز تحولها بره، لكن عندي مشكله في الجنيه المصري وانا قاعد بسحب بعمله اجنبيه. هي دي بقى اللي حط لها قواعد، معاك اقصى حاجه في نتكلم بنك 1500 دولار في الشهر. في ناس بيقول لحضرتك كان بتسحب في اليوم بكلمكم بجد ارقام يعني تقلب، بس طبعا انا ما حبيتش لانه المسائل بتبقى يعني ناس بتتكلم معاك ففي امانه، فيقول لك بعض الحاجات ويقول لك ارقام، وتقال لي ارقام كتير بس مش عايز اقولها طبعا. الامانه، الامانه تقتضي ده، حافظ على حد بيديك معلومه مش بيقول لك معلومه في التليفون فتروح، لا، حافظ على الحاجات لانه دي كمان اسرار ناس واسرار بنوك، فلازم نبقى احنا كمان حريصين على ده، وحريصين على القطاع المصرفي اللي بيحاولوا يكسروا فيه كل يوم زي ما بيحاولوا يكسروا في كل حاجه. بس ان شاء الله بنعدي، ان شاء الله بنعدي وهنعدي، وانا بقول لكم هنعدي باذن الله تعالى من الاوقات اللي احنا بنمر بيها او اللي احنا بنشوفها في الاوقات المختلفه. فاكرين الولد اللي كان عامل خد عربيته على طريق السويس من اسبوعين ثلاثه كده؟ فاكرين الحكايه الواقعه دي؟ فاكرين؟ فاكرين المشهد اللي قدامكم ده؟ فاكرين؟ مش كده؟ مشهد ما حدش ينساه يعني، كلنا ما حدش يقدر ينساه. تم القبض عليه في نفس اليوم، مش كده؟ طيب اتقبض عليه، النيابه حققت، ثم احالت المتهم محبوسا الى المحكمه، احيل للمحكمه. قدامكم الواقعه الشهيره والواقعه اللي كانت عامله يعني دوشه كبيره جدا وازمه كبيره جدا، والناس كلها كانت بتعلق على هذا الموضوع لانه كان موضوع بصراحه يعني عامل مشكله، مساله الردع، انه تاخد اجراءات سريعه واجراءات عقابيه سريعه. طبعا الـ تم اتخاذ الاجراءات والاحاله للمحكمه. المحكمه النهارده عقدت برئاسه مستشار عاطف رزق، ومعاه المستشار محمد فرج، ومستشار خالد شكري، ومستشار معتصم احمد عبد الرحمن. محكمه قدام حضراتكم برئاسه المستشار عاطف رزق. أول جلسة النهاردة، أول جلسة المتهم قدام حضراتكم اهو، رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة النهاردة، الجلسة دي المحكمة، أدي أول ظهور ليه، أدي اهو
ده اللي كان بيقود عربيته على طريق السويس واللي عمل الازمه كلها. ادي اول ظهور ليه اهو قدامكم، اول ظهور ليه النهارده قدام حضراتكم. محكمه عقدت جلسه معاه، ناس بيدافعوا عنه، محامي بيدافع عنه، وكان ليه طلبات. ادي المحامي اهو بيدافع عن المتهم وطلب. محكمه سمعت طلباتك ايه، دفوعك ايه، ايه طلب كذا وكذا والبراءه واصله والاجراءات وعمل، وهنسمع جزء من مرافعته، مش مرافعته يعني طلباته النهارده، ولكن زي ما لحقوا العداله في الاخر محاكمه عاجله وسريعه وناجزه، وكل التحيه للقضاء المصري. لانه في الاخر انت عايز ردع، عايز ايه ردع. ما ينفعش ابدا حد يبقى عربية ويتهور ويعمل وقف طريق ويعمل الردع. الردع كان ايه النهاردة؟ هسمعكوا الجلسة، هسمعكوا اللي حصل النهاردة في هذه المحاكمة. نشوف. احمد جمال احمد فرغالي. صبر الحالة يا استاذ سعيد، لأنه في يوم 22/9/22 بدائرة قسم الشروق مع قسم القاهرة، هذا بقسم التعاطي جوهر مخدر كريماتون في دير الأحرار المصرح بها قانونا، أحرز بقسم التعاطي جوهر مخدر المنزليين والمستهلكين في دير الأحرار المصرح بها قانونا، وقفا تحت وقفا تحت. يا أحمد يا فرغالي، أحمد جمال أحمد فرغالي، أنت أحرزت وحوش مخدرات بقصد التعاطي وقلت سيارة تحت تأثير مخدر؟ أنكر. دفاع يلتمس الحاضر أصليا واحتياطيا. نعم. براءته مما نسب إليه. تأسيسا على. نعم. تأسيسا على. بطلان القبض والتفتيش. بطلان القبض والتفتيش. قبل معرفة كنية المتهم ولعدم. طب واحدة واحدة عشان بيثبت بقى. وصلت لغاية فين؟ لوقوع علمة قبل معرفة كنية المتهم ولعدم وجود حالة من حالات الكرامة. أحمد جمال أحمد فرغالي، حكمت المحكمة حضورية معاقبة أحمد جمال أحمد فرغالي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50,000 جنيه والزمته المصاريف ومصادرة المخدر، وامرت بالغاء رخصة القيادة الخاصة به. رفعت الجلسة. العدالة فيش اسرع من كده، وايه كل واحد بياخد حقه. محكمة ادلة موجودة، نيابة حققت، وجهت اتهامات في تعاطي في مواد مخدرة، في حكم صدر 3 سنوات. العقوبة دي بالمناسبة الحد الأدنى بتصل عقوبة تعاطي من 3 ل 15، من 3 ل 15. وبالمناسبة الداخلية خدت نفذت الإجراءات، حكم المحكمة، المحكمة مش ألغت الرخصة، الداخلية نفذت هذا الحكم النهاردة. يعني قررت أيضا وزارة الداخلية خدوا الإجراءات القانونية بإلغاء رخصة المتهم. المحكمة للمحكمة في منطوق الحكم قالت إيه؟ 3 سنوات وغرامة 50,000 وإلغاء الرخصة. فالداخلية رغت الرخصة، يعني الراجل ده هيخرج من السجن انتهى خلاص، مش هيسوق تاني، لغوا رخصته بقاش انتهى. خلي بالك، خلي بالك ما تتهورش، خلي بالك النهاردة الدولة والعدالة والقانون بياخد مجراه. وادي محكمة انعقدت النهاردة وادت كل واحد حقه، معاه دفاع اتكلم ودافع عنه. محكمة انعقدت وبحثت واهل طلبات المحامي كذا ولا لا، خلاص محكمة كونت العقيدة، مع محكمة كونت عقيدة وطلعت آلة الحكم 3 سنوات. يبقى انت هنا كنت بتتكلم على الردع، حصل اتقبض عليه على طول في يومها، اتحقق معاه على طول النيابة في يومها، تاني يوم النيابة حالته المحكمة، احيل المحكمة خلال 10 ايام. المحكمة انعقدت، اول جلسة انعقدت واول جلسة حكم، فيش اسرع من كده.
كل واحد زي ما بقول لكم تاخد العداله تاخد مجراها اخر وقت. النهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل ما نروح لضيوفي الكرام افتتح معرض تراثنا. معرض تراثنا ده خاص بالحرف اليدويه والتراثيه، وبينعقد طبعا افتتاحه وفعاليات الدوره الرابعه تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من دول عربيه كتير. يعني كان شفت المملكه العربيه السعوديه، الامارات، السودان، ليبيا، الاردن، عدد كبير من دول اشقائنا العراق، عدد كبير من دول العربيه موجودين، وطبعا وضيف الشرف المملكه العربيه السعوديه لهذا المعرض. وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي الجناح خاص بمنتجات مشروعات قرى ومراكز مبادره حياه كريمه الموجوده في القرى المصريه. كلم رئيس الوزراء النهارده في جولته، عايز اقول لكم يعني حاجات جميله جدا جدا، شوفوا حاجات اللي اتعملت وبتصنع وحاجات اليدويه، وطبعا من يعني مختلف المحافظات، القرى بتلاقي من مطروح، بتلاقي من الصعيد، بتلاقي من بحري، بتلاقي من ابلي، كله موجودين ومشاركين وعاملين منتجات جميله جدا جدا، منتجات يعني زي ما انتم شايفين كده. وانا بقول لحضراتكم بنصحكم روحوا المعرض ده اشتروا، بكلمكم بجد، هتلاقوا منتجات اولا اسعارها كويسة رخيصة في ظل ارتفاع الاسعار اللي موجودة في اي حتة هنا، هتلاقي حاجات كويسة. افرشوا بيوتكم، اللي عايز عنده جواز بيتجوز، اللي عايز بيعمل بيت، اللي واخد حتة مش عارف، هتلاقوا حاجات جميلة جدا جدا قدامكم اهو، ادي مطروح وادي جنوب سيناء وادي شمال سيناء، وادي بتلاقوا حاجات كمان بدويه جميله، حاجات من عندنا كمان في الصعيد جميله جدا. المعرض مستمر حتى يوم 15 اكتوبر، فلو تروحوا تشوفوا هتلاقوا حاجات جميله جدا. في اكتر من حوالي 1116 واحد بيعرضوا حاجتهم من مختلف المحافظات، نصهم تقريبا لاول مره بيعرضوا منتجاتهم وعمليه التسويق اللي بتتم، وفرصه كمان بمشروعات الصغيره والمتوسطه بيعرضوا كمان الحاجات اللي موجوده، اجنحه متميزه للامارات والاردن والسودان وليبيا، وفيها العديد من المنتجات المتميزه، والجناح كمان كبير للمملكه العربيه السعوديه اللي هي ضيف شرف هذا المعرض لهذا العام. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى العديد من العارضين من دول العربية الشقيقة، والعارضين أيضا من مصر ومن المحافظات المصرية وأيضا من القرى ومراكز مبادرة حياة كريمة، واللي بيتم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. رئيس الوزراء أكد على اهتمام الدولة إنها بتوفر، يعني وهو بيتكلم طبعا معاهم بيسمع لهم كمان، بتوفر لهم يعني الدعم الكبير، وده جزء بيرفع كمان مستوى المعيشة وخاصة في القرى، والدعم الكبير اللي بيحظوا به من خلال الدولة والرئيس وأيضا الحكومة ممثلة أيضا في رئيس الوزراء وعدد من الجهات المعنية والوزارات المختلفة. رئيس الوزراء كمان النهاردة بيتابع الترتيبات الخاصة اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ اللي هيكون في الشهر القادم بإذن الله في شرم الشيخ، واللي فيه اهتمام كبير جدا في هذا المؤتمر. طبعا كان عدد من الوزراء والخارجية والبيئة متابعة الإجراءات اللي بتتم، واستعدادا لاستقبال الضيوف اللي هيبدأوا مع منتصف هذا الشهر. الأسبوع اللي جاي هتبدأ الوفود توصل، يعني اعتبارا تقريبا من يوم 15 أكتوبر هتبدأ الوفود تأتي، وفود الأمم المتحدة، الدول المشاركة هتبدأ توصل، وبالتالي تكون أنت جاهز قبل هذا التاريخ، بتحدد الأماكن فين، المناطق فين، منطقتين الخضراء والزرقاء، المناطق اللي هتكون فيها المشروعات، الابتكارات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الشباب، الوزارات المختلفة، سكرتارية الأمم المتحدة، لأنه هو مؤتمر دولي، ده مش مؤتمر مصري، احنا دولة بتستضيف المؤتمر، يعني المؤتمر ده لازم الناس تبقى عارفة، حضراتكم يبقوا عارفين، المؤتمر ده مؤتمر دولي. السنة اللي فاتت كان في جلاسجو، السنة دي في مصر، السنة الجاية في الإمارات، فكل سنة بنعقد في مكان، ولكن مصر بتحتضن هذا المؤتمر وهو مؤتمر مهم للدنيا كلها، واستضافة مصر لهذا المؤتمر هو أمر في غاية الأهمية كمان، إن احنا يعني نستضيف هذا
المؤتمر، وعشان كده مصر بتجهز نفسها وتستعد مبكرا لاستضافة الوفود رؤساء دول. في الرئيس الأمريكي أعلنه الواشنطن بوست امبارح لما قالت أنه سيشارك الرئيس جو بايدن وعدد أيضا من رؤساء الدول والزعماء والملوك هيكونوا حاضرين أيضا في هذا المؤتمر العالمي. سيب حضراتكم مع تقرير عشان نروح لضيوفنا الكرام نتكلم على إيه مشكلة العربيات، إيه أزمة العربيات في مصر. في عربيات جديدة، في قطع غيار، دور. في كاوتشات، دور على إطارات عربيات. كاوتش عربية بتدوخ بتدوخ، بكلمكم بجد، بتدوخ عشان تلاقي كاوتش عربية. ولو لقيت كاوتش عربية دي يا نهار أبيض، شوف بقى الأسعار. في أزمة حقيقية، في ناس توقفت مش عارفين يعملوا ايه. فهنناقش وهنفتح تليفونات لحضراتكم، لان احنا في الاخر عايزين يكون عندنا حلول. هنحل الموضوع ده ازاي؟ ارتفاع اسعار العربيات ازاي؟ المستعمل ده انا عنده عربيه النهارده بقول لحضراتكم اسعارها بقت كام، بس خلي بالك عشان تجيب عربيه النهارده. وطبعا في ناس بيعانوا، القطاع ده النهارده بقى عندهم مشكله كبيره. نتكلم معاهم ونسمع منهم ونفتح مداخلات لحضراتكم، ما عندناش اي مشكله على الاطلاق. بالاخر احنا بنتكلم على ناس صناعه، بنتكلم على بيوت ناس، بنتكلم على ناس بتشتغل، على ناس مش لاقيه النهارده. بنتكلم على نساعد الناس دي ازاي، يساعدهم هم يساعدونا كمان. الاسعار اللي هي قفزت ارتفاعات هائله، هنتعامل ازاي مع ده؟ هنفتح الملف ده بعد قليل، ولكن نسيب حضراتكم مع تقرير لزميلنا شمس الدين العربي، فرقة الإنشاد الديني، احتفالية المولد النبوي الشريف في الأوبرا المصرية. ثم فاصل وعود. وضيوفي الكرام مشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أستاذ خالد سعد أمين عام رابطة مصانع السيارات، أستاذ محمد جابر عضو شعبة قطع غيار السيارات. ما الذي يجري في السيارات بعد الفاصل؟ بمناسبة الاحتفال بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، نظمت دار الأوبرا حفلا على مسرح الجمهورية أحيته فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، حيث قدم أعضاء الفرقة من شباب المنشدين باقة مختارة من القصائد والمدائح النبوية لجمهور الحفل، من بينها ميلاد طه ومولد الهادي ويا رسول الله أجرنا وغيرها من المدائح المعبرة عن هذه الليلة المباركة. واحتفاء وابتهاجا بذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة الحمد لله بنقدم برنامج متنوع ما بين القوالب اللحنية المختلفة، سواء إذا كان توشيح أو ابتهال أو دعاء أو موال أو أغنية دينية أو قصيدة باللغة العربية الفصحى أو باللغة العامية. بنلبي كافة الأذواق، لأن جمهورنا النهاردة متنوع الـ يعني متعدد المصادر السمع. نعمل حاجة جديدة وروح جديدة، وفي ترتيب وتجهيز للحفلة دي من فترة، وطبعا كان بقيادة الدكتور علاء عبد السلام المايسترو وفنان القدير الأستاذ أحمد عبد الله محافظ الفرقة. فبدأوا يقعدوا مع بعض ويجهزوا للحفل ويشوفوا كل الأدوار، يطرحوا الأدوار على كل المطربين والمنشدين. أوقف العون علي بمديح فإن يا كريم، أوقف العون علي
اليوم ده احنا بنستناه من السنه للسنه. الاحتفال ده بيبقى يعتبر فرح لكل المنشدين ومدحين سيدنا النبي. احنا بالنسبه للفرقه بنجهز بروفات كتير طبعا. طبعا المسؤولات ربنا يبارك لهم دكتور علاء عبد السلام ودكتور عمر فرحات ومحافظين الفرقه الاستاذ الاستاذ احمد عبد الله والاستاذ حسام صقر بيبذلوا اقصى مجهود علشان خاطر نطلع باحلى حفله والجمهور يطلع طبعا من زي ما بيقولوا كده يعني روحانيته عاليه زي ما في بعض الألحان الجديدة الخاصة بالفرقة، في برضو بعض الأعمال التراثية أو الأعمال اللي هي اللي عايشة في وجداننا كلها زي أم النبي طبعا الأستاذ جمال سلامة، في برضو بعض في توشيح هيتقال من التراث المصري. يعني في بإذن الله النهاردة الفصل الأول والفصل الثاني في تنوع. طبعا الحفل النهاردة بكرة المايسترو علاء عبد السلام. باسمك يا ما بتغنى، يا ما بتغنى، ويا ما الروح بتشتاقك، ويا ما الروح بتشتاقك، ويا ما في نفسي بتمنى الاقي الناس في اخلاقك مؤدب أدبك ربي وأحسن ليك يا طه يا أجمل صورة في قلبي ما فيش بعديك يا طه يا تاج راسي ونب راسي يا تاج راسي ونب راسي يا سيد الخلق يا طه يا سيد الخلق يا طه يا سيد الخلق يا طه. زي ما قلت لحضراتكم ملف السيارات فيش النهارده ما حدش بيتكلم الا في هذا الموضوع، واحنا مسافرين على بال بقى الناس وقبلها وكل يوم كل يوم يا جماعه شوفوا لنا حل، نبعت شوفوا لنا حل في موضوع العربيات. مفيش عربيات، مفيش قطع غيار، مفيش كله مفيش. هو ايه الحكايه؟ هنعرف طبعا تفاصيل. وزي ما بقول لحضراتكم كده الملف ده بنفتحه يعني عشان نسمع بعض ونفتح مداخلات لحضراتكم، لانه في الاخر بنتكلم على ممكن نصل لحلول لكل حاجه. عندنا مشكلة نستورد بكام دولار في السنة، كام مليار دولار عربيات كل سنة، ممكن نوصل لحل كويس يرضي الجميع، نوفر في نفس الوقت نوفر عربية ونوفر كمان شوية دولارات. رحب ضيوف الكرام مستشار أسامة أبو نجد، تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك يا فندم. أستاذ محمد جابر، تحياتي لحضرتك. تحياتي، أهلا وسهلا. أستاذ خالد سعد، تحياتي لحضرتك. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. عندنا أزمة ولا ما عندناش؟ عندنا طبعا. عندنا طبعا. سبب ايه؟ عندنا ازمه والعالم كله عنده ازمه. نعم. مش احنا بس. عشان لا نزايد. نعم. ازمه عالميه سببها معروف، مش هنكرر الكلام، كورونا، مايكروشيبس، حرب روسيا واوكرانيا، التضخم اللي حاصل في العالم كله، الفدرالي الامريكي اللي اتحرك 3 مرات، كل ده بيأثر على اقتصاديات دول قولا واحدا. نعم. عندنا الموضوع زياده شويه. ليه زياده شويه؟ لان احنا عندنا طبعا احنا يعني متأثرين اكتر اكتر اكتر. ليه؟ لان في ظل ما احنا المفروض ان احنا في ازمه عالميه،
احنا عندنا مشكله هنا في التدبير ولازم كلنا نعترف تدبير الفلوس تدبير دولار. الدولار دولار ماشي؟ دولار قولا واحدا قولا واحدا ماشي كده. فاحنا عندنا مشكله في التدبير تم اتخاذ حزمه من القرارات اللي من شانها انها تزود المشكله زياده احنا عندنا دلوقتي مفيش عربيات موضوع بسيط جدا مفيش خالص ولا فيه دلوقتي مفيش العربيات عدد قليل جدا قليل. احنا عندنا ازمه مبيعات نازله يمكن فوق الحاجه و40% المستهلك بيشتكي ان مفيش عربيات المستهلك بيشتكي ان الاسعار زايده جدا مش ده اللي بيحصل مش كله بيقول لحضرتك والتجار اوفر برايس والتجار ده عماله تكسب جامد خالص نعم طبعا الكلام يعني على ارض الواقع كل واحد بيشوف من منظوره في ولا مفيش اسعار زياده وناس بتغالي وناس بتستغل الظرف وبتغلي حلو هقول لحضرتك على حاجه بسيطه قوي النهارده لو في عربيات هيبقى في سعر زياده لا لا صح كده طيب حضرتك بمنتهى البساطه عايز يبقى في عربيات السوق البلد دي تغرق عربيات افتح حضرتك سندات التحصيل زي الاول دبر دولار خليه متوفر نعم. بكره الصبح البلد كلها تبقى عربيات بكره الصبح. اي سلعه لما بتزيد التجار دي مش بتعمل عليها عروض عشان تعرف تبيعها صح كده لكن السلعه لما بتقل دايما ادي مثال شهير اقول ان تذكره الطيران ب 3000 جنيه في العمره العاديه ولا ب 4000 جنيه في موسم الحج بتعدي 30 و40 الف جنيه هو عرض وطلب ماشي فاحنا في ظل هذا المناخ احنا بقى خدنا قرارات كمان احنا عندك انت عملت اعتمادات مستنديه فبالتالي لو انا جبت لك 10 مليون دولار دلوقتي قلت لك استورد مش هتعرف فبالتالي ما فيش عربيه موجوده فبالتالي العدد اللي موجود قليل جدا زاد السعر اذا بالتاجر في ده بيعاني منه التاجر قبل المستهلك لان النهارده بقى في ظاهره النهارده بقت في معارض بتقفل دي حاجه موجوده نعم كويس فاحنا لازم نتنبه لهذه المعارض في أزمة. طبعا 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 اقول لك شوارع بعينها ولو عايز اقول لك اسامي معارض يعني في واسامي كبيره يعني في 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 واحد بقى له 25 سنه وكيل لاكبر علامه تجاريه هونداي في فرع كبير جدا في شارع الحجاز قافل في شارع الطهران برضو نفس الكلام طبعا انتوا عارفين الكلام قافل يعني الناس دي لو بتكسب زي ما بيتقال قفلت ليه الناس ديت لو بالكلام اللي احنا بنسمعه ده لو بيكسبوا دلوقتي ما هم ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يعني كام سنه ما شاء الله ما يعني انا بقول لك حتى السنوات اللي حضرتك إيه؟ بص حتى السنوات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هي السنوات دي مش فيها مصاريف يعني انا اجي على مصنع النهارده مصنع ما بيحسدش حد ولكن بنقول ما هو حصل ظروف فجت على الكل هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ احمد انت عارف التاجر اللي بيقفل معرضه ده عامل بالظبط زي الفلاح اللي بيبيع ارضه والله العظيم دي زي دي بالظبط اكنك بتموته موضوع صعب جدا فلازم نتنبه لده انت عندك النهارده عايز حلول موجود حلول لكن ما يبقاش فيه ظل ازمه عالميه ان العالم كله بيشتكي وتيجي انت النهارده حضرتك تيجي العربيات المستعمله قافلها والعربيات الكهرباء قافلها المستعمله والعربيات اللي احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي ما فيش فيها عربيه مستعمله تقدر تجيبها احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي مش حاطط سنه معينه خالص 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 دي ملغيه تماما تماما ده قوانين ده فندم ده قرارات من 50 سنه من 50 سنه نعم. انت العربيه انت الوحيد على مستوى العالم اللي ما بتجيبش عربيه مستعمله ليه احنا مرفهين قوي كده ما نجيب عربيه سنتين ثلاثه المشكله احنا برضو الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي في كل لقاء بقول حضرتك النهارده احنا في 22 ما ينفعش تدخل عربيه 21 العربيات الهايبرد اللي بنقول ده تكنولوجي وحاجه موفره للطاقه جدا ده بتستهلك 2 لتر بنزين في 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 اكتر من 100 كيلو 2 لتر بنزين حاجه يعني ما حصلتش واحنا انت عارف ان احنا عندنا مداد عام الطاقه ودوت برضو بيستهلك عمله صعبه قول لي القرار اللي طلع من سنه معالي الوزيره انها تلغي العربيات الهايبرد انها تخش لصالح مين القرارات ديت في ظل احنا العالم كله ما فيش فيه عربيات احنا بقى بناخد قرارات نقلل كمان المعروض ده هل ده منطق؟ ليه احنا ما بنستفادش من واحنا قاعدين حاطين ايدينا على اللي انت عارف حضرتك لما سالنا انتوا ليه يا جماعه لغيتوا الكهرباء وليه لغيتوا الهايبريد؟ قال لك اصل احنا هنعمل مصنع عربيات كهرباء، طب احنا عملنا مصنع عربيات كهرباء ما عملناهوش وما توفقناش وبقى لنا خمس ست سنين طيب بنعمل هروح ليه استاذ خالد عشان اقل من ثانيه استراتيجيه صناعه السيارات بقى لنا خمس سنين بنعملها وما عملناهاش، لما احنا خمس سنين بنعمل استراتيجيه هنصنع العربيه في قد ايه؟ نسيب العربيات تخش عشان المستهلك ما يعانيش والتاجر ما يقفلش وموارد الدوله تزيد طيب نروح للاستاذ خالد انه احنا النهارده الدوله بتشتغل على توطين الصناعه تمام عايز الحاجه اللي انا بستوردها انا عايز اصنعها لو العربيه سين او نوع معين كذا عايز اصنع الكلام ده احنا فين من ده؟ عايزين نشتغل في الملف ده والسيد الرئيس النهارده مهتم بمساله الصناعه بشكل واضح اللي هو التوطين وليس التجميع عايز اعمل عربيه مصريه طيب احنا في بدايه طبعا كلامنا
طبعا زي ما اشار المستشار اسامه، طبعا احنا عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله مش هنضحك على نفسنا نقول ان احنا ما عندناش مشكله، احنا عندنا مشكله. طب عشان نحل المشكله ونخرج من هذه الازمه مش هنقعد ندور بقى في ان احنا نسود عربيات ولا ما نسودش عربيات، نجيب كميات ولا ما نجيبش كميات، لا احنا لازم نهتم بتوطين صناعتنا. أيوة. ليه؟ لان انت النهارده طالما عندك ازمه سواء في توافر العمله او توافر، لان انت عارف الدولار هو القطر اللي بيسوق كل حساباتنا عشان نختلف عليه. العمله الاجنبيه بلاش نقول الدولار تحديدا، خلينا نقول العمله الاجنبيه هي اللي بتقود الصوره النهائيه لاي منتج بيستورد. فاحنا النهارده عشان نبتدي ندور على ان احنا نقول هنجيب عربيه مستعمله، لا طب هنجيب عربيات هايبر، طب هنجيب عربيات كهرباء، طب كل ده كلام جميل بس في ازمه، فاحنا في ازمه دلوقتي مفيش عمله مفيش، وخلينا نعترف بهذا ان احنا عندنا مشكله. في اولويات، في اولويات. خلينا نحط الدولار للاولويات. اهدافنا ان احنا الاول كنا بنصدر دولار عشان نجيب سياره، لا احنا النهارده ممكن نصنع ونوطن صناعتنا عشان نصدر سياره اجيب دولار بقى. تجيب دولار. ايوه هو ده الاهتمام. احنا في ازمه يبقى لازم كلنا نتواكب، سواء نجيب مستثمر اجنبي او ان احنا نجيب مستثمر مصري، ونقعد نشوف المشكله فين ونبتدي نوطن الصناعات. اذا كنت انا بقدر انتج مكون محلي بيمثل 40% النهارده من السياره ولا 45% من السياره، لا احنا نقدر نطلع منه من 45% نطلع بيه ل 50 ل 60 ونتواصل مع الشركات المصنعه العالميه. بنعمل ده دلوقتي ولا لا؟ بنعمل طبعا الكلام دلوقتي. كل شركه النهارده ما هو احنا كل الوقت في استراتيجيه بتتحط وبتدرس بقى لها فتره، صح بتدرس لسه ما طلعتش للنور، بس عرفنا الاطار العام بتاعها. الاطار العام بتاعها بيقول لك اربع انظمه للاستراتيجيه اللي طالعه لازم كلنا نشتغل عليها. واحد اتنين ايه هما؟ واحد ان انت النهارده عندك ان انت النهارده تشتغل على السيارة النظيفة اللي هي سيارات الكهرباء او السيارات اللي هي الاولوية للكهرباء، السيارات الاولوية للكهرباء، انك انت تزيد المنتج المحلي. ايوه تزود المنتج المحلي. ان انت تصدر. ان انت تصدر. نعم. ان انت تعيد استثماراتك وتزود استثماراتك. نعم. فعشان انت كل ما زودت استثماراتك كل ما انت النهارده بقى عندك عائد مادي وتاخد منه، ويبقى كل ده بيتحسب بنقط، والنقط دي بتتحول لقيم انت بتتعامل فيها مع الدولة فيما بعد. انت كل ما حققت هتاخد نقط او بوينتس، يعني البوينتس دي بتتحول لفلوس، الفلوس دي بتسدد عنك الضرايب، بتسدد عنك الجمارك في نهايه كل مده او عند مدد معينه. نعم. احنا في طريقنا للطريق الصحيح لو احنا اهتمينا بالصناعه. الصناعه عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، ما كناش بنجمع، احنا اسف ما كناش بنصنع. بنجمع. كنا بنجمع. هنقدر نصنع؟ هنقدر نصنع. هنغير الشغل بتاعنا. لازم نغير. من تجميع لتصنيع. لازم. وعشان كده لازم نهتم بالسيارة الكهربائية. هي دي الحاجة الوحيدة اللي هنقدر نقول إن إحنا عندنا سيارة مصنعة في مصر، لو اهتمينا وصنعنا البطارية. وده اللي الدولة دلوقتي. بطارية. بطارية السيارة الكهرباء. ودي هي اللي الدولة مهتمة بيها، لأن بطارية السيارة الكهرباء بتمثل 60% من السيارة. والنهاردة السيارة دي مش بس كده، إن هي طب والمحرك؟ المحرك بنعمله عادي ولا بطاريه؟ البطاريه زي الموبايل، حضرتك هتشحن هتبتدي العربيات، مش هتحتاج بقى تحمل كاسكيد ما كل صيانه، مش هتعمل، مش هتغير زيت، مش هتعمل حاجه. نعم. يعني العربيه محتاج مش يعني هتوفر معاك من 50 ل 60% من التشغيل. فالنهارده العربيات الكهربائيه دي هي الحال العام اللي الدوله او العالم كله رايح لها. في 2030 العالم مش هيبقى فيه عربيه بتعمل بالمحروقات. نعم. 2040 هتنعدم. فاحنا من دلوقتي لازم نشتغل عليه. وعشان كده الدوله مهتمه بتوطين الصناعه. واحنا شغالين على هذا الملف بقالنا فتره طويله. ده ممكن يبقى جزء من الحل، ان انت يعني ما عندكش استيراد خلاص، بتقلل بقدر الامكان، بدل 3 4 مليار دولار كنت كل سنه تستورد بيهم عربيات، النهارده لو بقى مليار ولا مليار ونص يبقى كويس، مش كده؟ مظبوط. ان يبقى ده حل. الحل الثاني ايوه ده حل الاولاني. الحل الثاني ان كل الناس عارفه اللي بيحصل في اوروبا. فالناس كلها النهارده عندها مشكله ان الغاز مش واصل، ان الكهرباء فيها مشكله. نعم. ان كل الشركات العالميه هتبقى عندها مشكله في اوروبا. ايه المخرج الوحيد للناس دي؟ انها تيجي دوله زي دوله مصر، انها تعمل مصنع، ان هي تصنع في مصر عشان تطلع اللي كان بيصنعه في بلده ما عندوش كهرباء يقدر عندي انا هنا الكهرباء والغاز موجود في مصر. يبقى احنا كلنا لازم نشتغل ان احنا نجيب الناس اللي طالعه ما عندها مشاكل دي نجيبها بلدنا نستثمر. اولا هتغطي احتياجاتك كسوق محلي، وتصدر بقى، وتصدر منها المنطقه وافريقيا وكل الدنيا. نعم. النهارده اللي عنده مشكله في اوروبا هيجي لك انت، انت هنا ما شاء الله انت موقعك على كل البحار، يعني انت ما عندكش مشكله. عندك قناه السويس، عندك بحر احمر، عندك بحر احمر وبحر متوسط، مواني دلوقتي قد ايه وشبكه، ما عندكش اي مشكله. نعم. اللي عنده مشاكل في اوروبا النهارده انت تستدعيه تقول له تعالى استثمر عندي في بلدي، انا عندي البنيه الاساسيه اللي نقدر نعمل منها مشاريع نقدر نطلع بيها للعالميه. واعتقد ان ده سهل ان احنا كلنا نشتغل عليه. طيب روح للاستاذ جابر. ايوه. قول لي وضع دلوقتي، ناس تشكي انه حتى قطع غير مش موجوده، ده صحيح؟ مظبوط. يعني المخزون بتاع قطع الغيار النهارده
يعني عاوزين نقول على حاجه مهمه. النهارده العربيه بقت اساسيه. يعني النهارده بالنسبه لحضرتك او بالنسبه لاي حد العربيه اهم من يعني من يجيب حاجه لبيته. نعم. فالنهارده انا النهارده عشان اجيب قطعه الغيار النهارده انا بطلع بتعامل مع المستورد. فالمستورد النهارده بياخد مني الفلوس. أيوه. بيحولها دولار. فالنهارده يعني احد المستوردين قال لي انا يعني مش هبيع. مش هيبيع لان هبيع بخساره لان انا النهارده يعني وقف غالي ما هيبيع وهيشتري بالغالي فالنهارده لما ابيع حاجه مثلا ب 1000 جنيه عشان اشتريها هشتريها ب 1200 جنيه طب انا ابيعها ليه ما انا اخليها فحتى يعني بدون ذكر اسماء في احد الوكلاء يعني احدى الوكالات منعت بيع قطعه الغيار للمستهلك او للمستهلك ومنعتها للموزع اللي هو انا مثلا موزع للشركه دي اشترطت حاجه واحده ان انا عشان ابيع قطعه الغيار ابيعها في مركز الخدمه عندي النهارده هيستفاد طبعا بصيانه زائد حاجه ثانيه النهارده قطعه الغيار مش متوفره لانه اللي هيبيعه مش هيلاقيه حاجه كل العربيات ولا بعض العربيات خاصه الاوروبي ولا كله الياباني والاوروبي كله بيستورد كله بيستورد نعم. يعني مش هنتكلم لا بتكلم على قطع الغيار بصفه عامه يعني سواء يعني مشكله كل انواع العربيات وزائد ان عندنا حاجه مهمه قوي ان احنا النهارده ما عندناش قطعة غيار مصنعه محليا يعني ما عندناش تصنيع محلي لقطعة الغيار او يكاد يكون منعدم حتى لو انا مثلا في قطعة غيار ايا كانت هي فلتر او تير انت ما يعني ما بقاش عندك الثقه انك انت تركبها في عربيتك لانتاج محلي انا بدور على الحاجه لا ما احنا عايزين نعمل انتاج محلي وندي الثقه للناس ما هو الثقه ان انا هعمل منتج محلي اهو اعلى مستوى ما هو فانت بدل ما اجيب المستورد ده باسعار قد ايه لما تعمله هنا تقلل التكاليف بتاعته وكذا وبالتالي اخدها ارخص ما هو ما فيش وتبقى المتميزه زيها زي اللي بره صعب 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 اعملها يعني لا في مصنع ولا صعب لا في مصانع مثلا مصنع فلاتر مصنع تيل ما يدينيش نفس النوعيه اللي بره بيديني يعني اقل شوية اقل جوده اقل جوده احنا مشكله في الجوده عايز الجوده هنا بعد اذنك لا بص لو احنا هنشتغل على ان احنا عندنا الجوده هنا بيتكلم على الجوده لا انا مش معترض ان الجوده مش الجوده يعني كل حاجه ممكن اعملها سهله اعملها والدليل على كده ان في بعض الشركات وفي بعض المصانع الكبيره اللي جت تعمل هنا مصنع وهتصدر منه لاوروبا والعالم كله نعم اللي هي الضفاير نعم. وشركه عالميه نعم. يعني ما تجيش هنا تستثمر شركة. احنا عندنا الامكانيه ان احنا نجيب الناس دي اللي كانت بتصنع بره تيجي تدينا النو هاو او ايه هو فحوه او محو نوع المنتج اللي انا اقدر اصنعه اللي اقدر اطلعه بره من اسبوعين سياده الرئيس كان في المنطقه الاستثماريه في مدينه نصر كان في عربيات اللي هم شركات بتصنع هنا في المنطقه بيودوا ايطاليا بيودي فرنسا بيودي انجلترا بيودي يعني من هنا بيصدر مش يعني بيصدر للدول الكبيره طبعا احنا عندنا امكانيه انت عندك تقدر تعمل بس هي مشكله ان انت ازاي تبدا هي دي المشكله اللي هي الضفاير يمكن وبعض الحاجات دي الضفاير دي خلاص تم الاتفاق عليها لبصنع هيصدر نعم. للعالم كله مش مصر مثلا مش مصر نعم. لا ده هيصدر للعالم كله الناس بتنقل استثماراتها وبتنقل مشاريعها تيجي مصر هنا عشان تبتدي تعمل مشاريع نعم. فاحنا في الخطوه الحقيقيه لازم ان احنا عندنا مشكله كلنا نتكاتف ان احنا نحل مشاكلنا بالصناعه بالتكوين بتاع ان احنا يبقى عندنا دعم للصناعه المحليه مكونات العربيه مكونات هتاخد بينا وقت نعم. بس لازم نشتغل نعم نبدا يعني على الاقل الشركات اللي حضرتك بتتكلم عليها واروح لاسامه بيه انه كان في مغالاه خلينا نقولها كده مغالاه صح؟ يعني ممكن واحد يكسب مليون جنيه في عربيه ولا صعب؟ لا ده صعب جدا صعب جدا لكن انا بس يعني طب 900,000 او 800,000 انا بس قبل ما اقول بسأل لا لا هقول لحضرتك لا بس يعني بسأل صعب جدا في رقم صعب صعب الارقام دي صعبه جدا بس انا عايز اقول حته يعني تكمله للاخوه يعني بتستوقفني واهم من المغالاه واهم من اي حاجه زي ما تفضلوا نعم احنا النهارده هنقول هنجيب الشركات زي ما بيقول خالد بيه كده اللي تعرفنا النو هاو طب الشركات دي هتجيلنا ليه؟ ده سؤال مهم. نعم. الشركات دي هتجيلنا ليه؟ الشركات دي عشان تجيلنا لازم نستفيد بالتجارب الناجحه جدا 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 اللي في المنطقه. ودايما بشيد بتجربه التجربه المغربيه وطبعا والتجربه العظيمه بتاعه جنوب افريقيا كويس؟ وبنقول ليه الناس دي نجحت؟ احنا بنقول اهو من منبرك ليه الناس دي نجحت؟ المغرب النهارده جابت رينو على الرغم ان رينو جت هنا على مدار خمس حكومات حاولت تخش مصر ما عرفتش.
راحت المغرب ادولهم الارض بالكامل ببلاش، ادولهم اعفاء ضريبي 25 سنه. اي نعم المستثمر دلوقتي اللي بيخش المغرب بياخد 5 سنين بس اعفاء ضريبي، لكن رينو خدت 25 سنه وفرت لهم بنيه تحتيه عظيمه. النتيجه ايه؟ ان انا احتضنت المستثمر. ما هو المستثمر ده حد ذكي جدا بيروح بيعمل دراسه، الخدمات اخبارها ايه، اسعار الطاقه ايه، اليد العامله ايه، ما مدى تعاون المسؤولين في الدوله دي ايه، يا يهرب يا يجي. فالناس دي وفرت هذا المناخ والاعفاء الضريبي والاراضي، كانت النتيجه المغرب النهارده تخطت ال 700,000 عربيه. المغرب النهارده 2025 التارجت بتاعها 1,000,000 عربيه. المغرب النهارده في قطاع السيارات في 180,000 موظف. المغرب النهارده بتملك اكبر مكتب خدمه رجال اعمال للتصدير، في اكبر 100 رجل اعمال ومصدر للسيارات على مستوى العالم. المغرب النهارده بتصدر من السيارات بس 7.7 مليار دولار. يعني متخيل الرقم ده؟ لو احنا عندنا نصه كنا اشتكينا من التدبير؟ لا. لو احنا عندنا نصه كنا احتاجنا قرض من حد؟ لا. لو احنا عندنا نصه كنا شغلنا موظفين؟ لو احنا عندنا هنبدا اهو كنا عملنا لسه اشغال. هنبدا والدوله النهارده شغاله على التصنيع على التوطين. انا اتمنى ده ودي حاجه تسعدني. انا مصري حتى النخاع. والقطاع ده النهارده لما يتصلح حاله انا هكون مبسوط جدا جدا جدا. انا اتمنى اوصل زي المغرب بتصدر ل 74 دوله. في عندنا النهارده انا اقعد اتفرج لغايه امتى؟ لازم بسرعه. هو المغرب بدات النهارده ولا بدا بقالها 10 سنين؟ المغرب في 2017 اتعاقدت مع بي واي دي اللي احنا بنقول النهارده السيارات الكهربائيه، اتعاقدت بتعمل قاطرات كهربائيه، بتعمل شواحن، بتعمل بطاريات. احنا مش عايزين نقعد زي ما عملنا في استراتيجيه السيارات نقعد 5 سنين نعمل فيها ولسه ما شافتش النور، احنا عايزين نتحرك باقصى سرعه. ليه؟ لان السيارات الكهربائيه سهل ان احنا نصنعها، سهل نلحق بهذا الرقم. المصنع اللي يقطع قلبنا كلنا ويدمينا مصنع النصر للسيارات اللي مقفول بقاله سنين ده. واحنا اوائل يعني احنا من اوائل الدول. ما تشغله دلوقتي يا سعيد. بالظبط كده. دلوقتي او بتحييه. بس محتاجين هذا التوطين. محتاجين هذا التوطين ده باقصى سرعه عشان نشوف النتائج بسرعه، لان احنا في مرحله انتقاليه. العالم كله بيغير جلده للسيارات الكهربائيه والطاقه النظيفه. طب ما هو لسه خالد بيتكلم على الكهرباء. احنا مش عايزين نتكلم على اللبن المسكوك. احنا دلوقتي ده كل ده اللبن اللي جاي. عايزين اللي جاي. احنا دلوقتي كل اللي انا بقوله ده في اللي جاي. كل اللي حصل ده كله احنا كلنا معترفين بان ده حصل، مش هنقول لا. بس النهارده القياده السياسيه مختلفه عن الفتره اللي فاتت. النهارده هو النهارده بيدعم الموضوع ده وعامل لك لجنه اسمها لجنه لصناعه السيارات، يعني لجنه مسؤوله، لجنه العليا. القرارات اللي اتخذت في 2022 كانت سنه صعبه جدا. فعلا من اجمل القرارات، يعني حاجتين سمعتهم اسلجوا صدري. تشكيل المجلس الاعلى لتوطين الصناعه الوطنيه. وده حلم ان احنا بنملك الرياده على طول. احنا مصر لازم تكون في افريقيا هي رقم واحد. ما ينفعش ان احنا النهارده نكون في هذا المستوى. نعمل إيه؟ احنا بنملك الرياده في كل حاجه. نعمل ايه؟ شفنا كمان بص لبكره. نعمل ايه؟ شفنا بنشتغل على بكره. شفنا كمان اللي حصل. اللي حصل ده كان فتره نشتغل على بكره. نشتغل بقى على بكره. اللي قعدنا نتكلم على المغرب وعلى تونس وعلى افريقيا وعلى جنوب افريقيا. عايز اتكلم على ايه؟ يعني خلينا نتكلم على ناجحه. نحط ايدينا كلنا في التجارب الناجحه. كويس كويس. احنا بنقول تجارب ناجحه، فاحنا نعمل تجارب ناجحه. بتتكلم على طب ما الدوله النهارده بتدي هتديك ارض ومرفقه وتسهيلات وضرائب كذا ويعني هي الدوله نجحت مشروع الاحلال ليه؟ لما دخلت الدوله بنفسها وعملت مشروع الاحلال المشروع نجح طبعا. لان طبعا دعموا التمويل، دعموا التخريج، دعموا حاجات كتير جدا. فخلينا دايما نقول ايه اللي فات مش هنتكلم عليه، لكن النهارده الاداره السياسيه النهارده شايفه احنا سيره اللي فات احنا بنوضح التجارب الناجحه النهارده. يعني احنا بدينا مع دول كتيره جدا. لازم بنشوف التجارب الناجحه عملوا ايه عشان نجذب الاستثمار ده تاني. نجذب النهارده في عندنا مشكله في بعض القرارات او بعض المسؤولين بتتاخر، نشوف الكلام ده نعالجه. النهارده في مجلس اعلى لتوطين صناعه السيارات يكون فيه مختصين عشان يجذب المستثمر. النهارده المستثمر ده حاجه مهمه جدا، والمستثمر ذكي جدا وجبان جدا. بيخاف على راس ماله جدا. ايوه بس جداً. انت هنا النهارده بتتكلم على اكبر سوق، بتتكلم على 100 مليون طبعا. اكبر طبعًا. سوق ده 110. بتتكلم النهارده طبعًا. عندك بنية تحتية في كل حاجة، خلاص ما عندكش أي مشكلة. ويد عاملة مهيرة جدا. وبدأت تيجي عندك يعني مصانع كبيرة بدأت. وكان لسه عاملين اجتماعات الأيام اللي فاتت على مدار الشهر اللي فات. جاية من اللي جاي لك من هنا واللي جاي لك من هنا هيعمل ياكل. وده الخبر الثاني يا أحمد بيه اللي هو على مساحة مليون متر مربع هيتعمل 3 مصانع إن شاء الله. بطاقة إنتاجية 240,000 سيارة. ده الخبر بيقول لك خبرين في 2022 فعلا أسلجوا صدري. نتمنى بس عايزين السرعة عشان العلامات نفسها اللي تملك النو هاو النهارده شويه راحوا المغرب وشويه راحوا جنوب افريقيا. مش عايزين نقف نتفرج، عايزين نستحوذ على اي علامات
تيجي النهارده وتنقل خطوط انتاجها وتتحرك معانا بسرعه كويس. فعلا محتاجين كويس. ده عايز اقول لحضرتك خبر يسعدك، يعني احنا انا جالي ايميل الاسبوع الماضي من احدى السفارات الاوروبيه طالبين ان اكبر مستثمر او اللي هو مسؤول عن صناعه السيارات في الدوله دي جاي يقابلني عشان يقعد يتكلم معايا يستثمر في مصر ازاي. فالناس بتفكر اوروبا بدات تفكر. احنا عندنا ثلاث اخبار في الدنيا كويس ثلاث يعني حضرتك اوروبا دلوقتي بتفكر بتدور عليك وبتدور بتقول لك شفتهم ولا لسه قعدت معاهم ولا لسه؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا اجتماع معاهم. نتكلم على انهي؟ ايطاليا، المانيا، فرنسا، انهي؟ المكسيك. المكسيك شوف جايين منين؟ جايين يقعدوا في مصر عشان يعملوا عايزين يستثمروا، عايزين يعرفوا ده المسؤول عن صناعه السيارات في المكسيك. ده هيصنع هيعمل هيصنع جاي يعرف جاي يعرف صنع ايه بقى؟ سيارات هيصنع إيه؟ لسه ما عادش لسه فطالبين ان هم يقعدوا عشان هنقعد الاسبوع الجاي نتكلم نشوف هم جايين يتكلموا في ايه. فيا جماعه الدنيا الوعود اللي جايه مختلف عن العود اللي قبل كده، لا اللي جاي احسن بكتير. نعم الناس شايفين انه في حاجه بتتحرك هنا مظبوط، عشان كده ابدا اجي ابص على السوق ده بالظبط. انا اشوف ان منطقتنا كمان منطقه كويسه. انت النهارده لو هو جه دخل النهارده صناعاته في بلدك وهيقدر يفتح منه ويطلع، لا ما انت بلدك انت بالعكس انت النهارده كهرباء متوفره، الغاز متوفر، البنيه الاساسيه زي ما احمد قال لك موجوده، الحمد لله العماله موجوده، الخبرات موجوده، فالدنيا تملك اكبر حقول غاز طبيعي موجوده في المنطقه كلها، ودي في حد ذاتها الطاقه النهارده بقت غاليه جدا جدا، مجرد انك تملكها بتملك ايد ماهره. احنا بنقول تنظيم، بنقول تنصير، بنقول نستفيد من التجارب الناجحه. نعم. نلحق بقى الماركات لان مفيش ماركات كتير، ده علامات محدده. نعم. المغرب خدت شويه، جنوب افريقيا خدت شويه، عايزين نلحق، لازم حركه هتلحق. انا حزين ان استراتيجيه الاتصالات متاخره كل ده، احنا محتاجين ترى النور باقصى سرعه. اللجنه المشكله ودوله نعم. رئيس مجلس الوزراء بيشرف عليها بنفسه، وفخامه الرئيس بيشرف عليها بنفسه، حاجه جميله جدا جدا. نتمنى بس بسرعه عشان دي الحلول الجذريه، اقتصادات الدول تبنى على حاجتين، الصناعه والزراعه. نعم. وده نقطه مهمه جدا. طيب خلينا نتكلم على قطع وصلت ايه، يعني بدانا من امتى الازمه لحد النهارده وبقت في اسعار غاليه جدا. اذا لقيت قطعه الغيار، لا انت بتلاقي ممكن تلاقي قطعه الغيار، يعني مثلا انا في يعني عميل جاني بيشتري حاجه من غير ما نقول عربيات او لا 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 يعني. بيقول لي انا بيشتري بعد ما اشترى وكده، فبيقول لي شكرا. بيقول لي شكرا ان انت بتبيعه. في ناس ما بتردش علينا اساسا. يعني في احدى المراكز او كده بيتصل بيه اساسا ما بيردش عليه. نعم. فالنهارده الازمه، النهارده المخزون اللي عندي بيقل. انا النهارده طب انا مش عارف لغايه امتى. طب اللي انا هبيعه هعرف اعوضه؟ لا يعني النهارده انا بعت من لما اجي اشتري هشتري بكام؟ فالموضوع مش فاهمين، يعني احنا مش فاهمين حاجه، احنا ماشيين اليوم بيومه. نعم. بنصحى الصبح اشترينا، لا خلاص نبيع. زادت كام بصراحه خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا؟ والله انا في احدى الوكالات يعني انا عندي حاجه يعني بند مثلا بند تيل فرامل زاد 900 جنيه. تيل فرامل بس. تيل فرامل يعني مثلا البند تيل فرامل كان بكام الاول؟ كان ب 1100. 1100 بقى ب 2000 جنيه. 2000 جنيه. 2000 جنيه كده اوتوماتيك بدون اي زيادات في اي 2000 جنيه. طب انا هشتريه ب 2000 هبيعه بكام؟ فالنهارده يعني بقول الغالي ما يتباعش مرتين، حاجه خلاص هي غاليه. نعم. وبعدين النهارده العميل انا ببيع للعميل، العميل هيستحمل ايه ولا ايه؟ النهارده يعني اقل الصيانه بكام؟ اقل الصيانه يعني اقل الصيانه ب 5000 جنيه. الكاوتش بقى بكام؟ زاد كمان؟ الكاوتش طبعا لازم يزيد. لازم يزيد. لازم يزيد. ازمه كبيره. لان النهارده ما عندناش احنا يعني للاسف الكاوتش الانتاج المحلي كان فيه كاوتش النسر ما عادش موجود يعني. نعم. فما فيش حتى يعني حتى ما فيش انتاج محلي. فانت النهارده بقيت تلجا يعني واحد صاحبي معاه عربيه مرسيدس مركب كاوتش كوري. بقول له قال لي لا ما انا الفرده ب 1600 جنيه ل 5000 جنيه الماني. فالنهارده يعني حتى بقى يقلل هيعمل ايه؟ نعم. بدل ما العربيه تقف تركنها. أيوة احسن من اركنها، بعدين انا راكبها. لما اجي ابيعها ابقى اشوف انا هعمل ايه، بس طول ما انا راكب خلاص انا هستهلك الكاوتش. نعم. فموضوع قطع الغيار احنا فعلا مش فاهمين يعني. انا زي ما بقول لحضرتك لا مستورد ولا وكيل. يعني مش عارفين نعمل ايه. يعني نحل ده ازاي؟ يعني انتوا شايفين ده ازاي؟ اتكلمتوا مع اي حد في المشكله ديت؟ لا ما اتكلمناش مع حد، بس طبعا هي ما يعني ما فيش حد اتكلم معاه لانه ما فيش حد ليه سلطه على حد يعني محترم. يعني ما حدش ليه سلطه على المحل. نرجع مثلا ايا كانت الوزاره ما فيش تسعير لقطعه الغيار، كل واحد بيبيع عشوائي زي ما هو. تسعير عشوائي. يعني النهارده مثلا هيك النهارده المستورد المفروض النهارده بيحط يعني
ما يبقى النهارده 20 كل ساعه في سعر مفيش كل ساعه انا بقول لك انا ممكن ابيع حاجه الصبح ارجع اشتريها بالليل بزياده بزياده واجي تاني يوم الصبح اشتريها برقم تاني نعم فما بقاش في يعني انت بقيت مش فاهم فانت بقيت النهارده يعني انا في عندي فعلا محلات فعلا قفلت يعني انا عندي فرع في المعادي قفلته عندي فرع في الحرفين قفلته ما انا مش عارف اوفر نعم يعني هجيب منين بقى قطع غيار نعم ما لازم اوفر فمش عارف اوفر قطع غيار للمكان طيب اسامه بيه يمكن شفنا الفتره اللي فاتت جهاز حمايه المستهلك شكاوى كتير ناس بتشتكي واخدين منهم فلوس مقدمات ما بيدهمش عربيات عايزين يغلوا عليهم الحكايه دي بتحلت ازاي وازاي ده يحصل انت النهارده في تعاقد بيني وبينك طلبت مني مقدم كذا هتسلمني بعد شهر بعد اتنين بعد ثلاثه لا سلمتني بعد شهر ولا اتنين ولا ثلاثه وعايز كمان لما تسلمني هتديني ضع تاخد مني رقم كمان زياده تمام طبعا ده بيحصل ولا ما حصلش حصل طبعا طبعا احنا من شهر 4/2021 واحنا عارفين ان في ازمه هتحصل من اول ما مشكله المايكروشيبس تفاقمت بالصوره اللي كلنا عارفينها واكبر مصنعين تي اس ام سي التايواني ومصنع شركه سامسونج الكوريه العملاق 80% بينتجوا 80% من المايكروشيبس الشرائح الالكترونيه غيروا خطوط الانتاج للموبايل لانه بالنسبه لهم هو اكثر ربحيه وكان في مصنع منه في مشاكل دي من 4/2021 قلنا يا جماعه الفتره اللي جايه فعلا هيبقى في مشكله كويس النهارده اتحرك من السنه اللي فاتت للسنه دي طبعا اتحرك الدولار مشكله المايكروشيبس التضخم اللي حاصل ويعني واحنا شفنا عده يعني السلع الاستراتيجيه نفسها اللي الانسان ما يقدرش يعيش من غيرها اتحركت يعني 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 اتحركت يعني دايما بدي مثال ازازه الزيت اللي 18 جنيه 28 جنيه 35 جنيه ده رقم تقريبا الضعف يعني هل الدولار اتحرك بنفس الكيفيه؟ لا يعني هل الدولار اتحرك خلال الفتره دي؟ هو اتحرك 3 جنيه تقريبا ما اتحركش طب ليه زادت الضعف وهي سلعه استراتيجيه وسلعه تستطيع جميع اجهزه الدوله الرقابه عليها وحجمها مظبوط ولا لا؟ فنرجع للسيارات نقول ان النهارده في ازمه حقيقيه لان هي مش الدولار بس المشكله ده في 6-7 مشاكل فيهم 4 عالميين بحجم كارثه بحجم جائحه كويس كل ده بيؤدي للي احنا فيه راحت الناس حجزت السيارات القرارات بتاعه جهاز حمايه المستهلك هو حاول يساعد ولكن لازم نكون منطقيين سلعه مش موجوده سلعه مش موجوده النهارده افترضت ان لازم تزيد 5% فقط هي عرض وطلب بنقول تذكره الطيران ب 3000 جنيه ب 30000 جنيه طب ليه احنا ما زودناش في ناس كان العربيات موجوده فجاه ما لقوهاش خبوها منهم طب. عشان يزود الاسعار عليهم انا هفترض معاك ان ده حصل واحنا ضد ده افترض انا بقول حصل في بعض أنا الحاجات انا هقول لك انا هفترض معاك ان ده حصل وانا ضد ده وكنت اتمنى ودايما يمكن انا قلتها في عده منابر قلت اتمنى ان يكون في جهاز اسمه جهاز حمايه التاجر زي ما في جهاز اسمه جهاز حمايه المستهلك جهاز حمايه التاجر لان جهاز حمايه التاجر انت لما تحمي التاجر ده هو التاجر حد هيغلبه طبعا طبعا, طبعاً. ما كانش قفل بقول لحضرتك ما كانش قفل انت عارف قفل دي ده انا شبهتها لك باللي باع ارضه ما كانش قفل فجهاز حمايه التاجر ده ليه يعمل ايه انا اقول لحضرتك النهارده المستهلك يعني في ظاهره دلوقتي ومحدش يقدر ينكرها وبقت موجوده التاجر المستهلك اللي من ضمن الحاجات اللي ساعدت على تفاقم الازمه يعني النهارده مستهلك يروح يحجز عربيه ويبيعها باوفر برايس 100000 و200000 النهارده دي بقت ظاهره موجوده كويس فكتير حجزوا فعلا جهاز حمايه المستهلك عمل اجتماع وقال ان كل اللي هيحصل انها هتزيد 5% على ارض الواقع فعربيات مش موجوده كم واحد التزم فعلى ارض لا طبعا ما عنديش احصاء لهذه الجزئيه يعني ولكن بقول لحضرتك على ارض الواقع هو اوريدي ما فيش عربيات انا هدي لحضرتك دلوقتي فلوس واقول لك استورد في اعتماد مستندي حضرتك مش هتعرف تجيب عربيات انت الوكيل النهارده اللي بيجيب 10000 عربيه ما اعرفش يجيب 1000 عربيه فاوريدي ما فيش عربيه هيعمل ايه الوكيل او هيعمل ايه الموزع او هيعمل ايه التاجر بناء عليه الناس اللي حجزت عربيات ودفعت فلوس حضرتك دفعت 100000 جنيه هل انت لما العربيه مش موجوده هل استرديتها خدت 100000 جنيه لا انت خدتها بزياده 18% وانا بقول لما طلع قرار الناس زياده 18% طبعا وده كان حل حجز رجع له وده كان حل معقول جدا وانا ضد اي تاجر يخزن عربيات بس حته التخزين دي فيها قولان ليه تشغيل قطاع السيارات مكلف جدا ايجارات عاليه جدا ما هو انا هقول لك هم بيقفلوا ليه هو مش هيقدر يستمر شهر شهرين ثلاثه ايجارات عاليه جدا موظفين بارقام دعايه بارقام كهرباء ضرايب عماله ضيافه الشغلانه نفسها مكلفه جدا فهيبقى عنده عربيات مخزنها ويقدر يبيعها باوفر 50
ما هو ما يعرفش ان بكره هيبقى الاوفر 150. نعم. ويقف مستحيل. كان استمر وباع 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 وباع. ولكن هقول لحضرتك لا انكر ان في بعض الكيانات كان عندها عربيات. لا انكر ان في بعض استغل الازمه، لا انكر ده. يعني عشان هل كله ملائكه؟ مستحيل. ولكن الغالب الاعم مش هيقدر يعمل ده عشان يقدر يستمر. النهارده قطاع تشغيل بيمر من 2019 وقطاع السيارات فعلا في مشاكل. كان كم عربيه بتيجي بنستوردها؟ احنا تقريبا بنستورد في حدود 100 قوام مصر كلها من 200 ل 250 الف عربيه. ودي حاجه قليله جدا. بقول لحضرتك المغرب بتصدر 700 الف عربيه. بتصدر في السنه؟ احنا بنستورد تقريبا دلوقتي ولا من سنتين ثلاثه؟ لا من كورونا. لا السنه دي طبعا. السنه دي لا، بتكلم على ما قبل كورونا. لا ما قبل كورونا كان زي ما بقول لحضرتك في حدود 250 الف عربيه قوام مصر يعني. بعد كورونا حصلت شويه يعني سنه قلنا 192 الف، السنه اللي بعد منها 212 الف. السنه دي ما اعتقدش ان احنا هنكمل 200 الف او حتى 180 الف. ده من ربع مليون مستحيل. مش يعني مش هنوصل للرقم ده. هي في ازمه حقيقيه. نعمل ايه؟ لازم يبقى في حلول. لازم يبقى في لازم انت عندك الناس بتقعد وقت قد ايه دلوقتي عشان حاجز عربيه؟ بيقعد نص، ست، سبع شهور، تسع شهور، توصل سنه؟ لا ده وصل لمرحله ان النهارده عشان التاجر ما يتعرضش لمشكله مع جهاز حمايه المستهلك. وعشان ممكن ما يتعرضش مشكله ان الشكوى تحل نيابه، فبلاش يحجز. يقول لك خلاص انا مش هحجز، انا مش عايز مشاكل. بطل حجز. ما التاجر ده عدد كبير جدا بطل حجز طبعا. عربيه موجوده هيبيعها، مش موجوده خلاص. وعايز اوضح نقطه مهمه جدا، ان التاجر ده بيشتري العربيه زيه زي حضرتك بالظبط. يعني هي لو بتتباع بسعر زياده هو يشتريها بسعر زياده. وحته الاوفر برايس، اللفظ نفسه هو موجود في مصر. لكن على مستوى العالم حضرتك، العربيه السلعه دي ده ثمنه كام؟ النهارده موجود 28000 جنيه. مش موجود هيوصل 30000 جنيه. هو الايفون النهارده فندم بره ارخص مني. ده سؤال. الامارات ده سؤال. السعوديه ده سؤال. انا سعيد. وعربيات يعني ده سؤال. انا سعيد انك انت سالته. أيوة. ليه ده سؤال جميل؟ ليه هنا العربيه كمان هيوصل مثلا بعض الانواع 2 مليون، وهناك تلاقيها ما يعادل تقريبا نص مليون. لما تيجي تحسب بالريال او بالدرهم حوالي نص مليون او اقل. ده كمان ده سؤال انا سعيد انك انت سالته. ليه؟ وخصوصا ايوه في اخر السؤال انت قلت لي بلاقيها ب 2 مليون عندنا 500 ولاقيها ب 500. ده يؤكد لك ايه؟ لازم نفصل ما بين حاجتين. العربيات ال 1600 سي سي فيما اقل، والعربيات ال 1600 سي سي في لاكثر. وهل العربية دي بتتمتع بإعفاء جمركي ولا لا؟ أنا بقول لحضرتك لو عربية بتتمتع بإعفاء جمركي، سواء كانت اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أو المصرية التركية، أي من الاتفاقيات دي، أو 1600 سي سي فيما أقل، الفرق هتلاقيه بسيط جدا جدا جدا. لأن هناك هما بياخدوا 5%، إحنا هنا تقريبا بناخد في حدود 19% 14% قيمة مضافة، و3% رسم جدول، 1% رسم تنمية. هتلاقي الفرق بسيط. تعالى بقى المقارنات بتحصل إيه؟ تيجي حضرتك تقول لي إيه؟ العربية اللاند كروزر انا شفتها هناك مثلا ب 90000 درهم، وهنا عندكم ب 3 مليون جنيه. اقول لك العربيه دي مدفع عليها جمارك فوق ال 233%، واندفع عليها رسم جدول 30%، واندفع عليها 8.5% رسم تنميه، واندفع عليها ضريبه قيمه مضافه. الرقم ده كله يحمل بلق محترم يخلي الفارق. عشان كده انت قلت لي عربيه ب 2 مليون. عربيه ب 2 مليون دي انت بتتكلم في كاتيجوري تاني خالص. مش عربيه المصريين، مش عربيه الراجل احنا فندم. احنا فندم كان نسبتهم انا شخصيا انا بتكلم مثلاً. انا بتكلم على المستهلك اللي هو اللي لكن الشريحه الاكبر عربيتها اقل من كده. لا انا بتكلم على حضرتك. انا بتكلم انا بالنسبه لي بتكلم على التاجر المتوسط الصغير. وبالنسبه للمستهلك بتكلم على الراجل الطيب اللي عربيته 300 400 الف جنيه. العربيه الاكونوميك دي بتاعه الموظف المصري، بتاعه الايه، بتاعه الغالبيه الاعم. هي دي اللي بنتكلم فيها. لكن المقارنات تجنن. انت رايح تقارن لي عربيه اس، عربيه لاند كروزر، عربيه 700. عربيه انت بتتكلم في عربيه ب 700، هتلاقيها هناك ب 500000، ما يعادل 500000. هتلاقيها هناك ب 3 4 مليون جنيه عشان الاسباب اللي قلتها لحضرتك عليها. يكون من الضحيه. بص جسر على التجار، بصوا التجار بتعمل ايه. كل الفرق ده ما بين النص مليون وال 3 مليون التاجر فالتاجر وده ما راحش. والله مكتوب عليه التاجر ده يفضل مظلوم. مظلوم. لازم نقول حاجه بردك واضحه عشان تبقى واضحه الصيغه. لا لا، مظلومين تجار العربيات؟ لا طبعا مفيش. اغلبهم مظلوم. طبعا مظلوم. مفيش حد مظلوم. مفيش حد مظلوم. مفيش حد مظلوم. لا تاجر ولا وكيل ولا مفيش حد مظلوم. في ناس بتكسب. مفيش حد هيخسر يعني. مفيش حد هيخسر. خلينا نفتكر من اول الوكيل. من اول الوكيل هو ظالم يا خالد. لا انا ما بقولش. انا بقول لك من الوكيل هو عشان بيكسب يبقى ظالم. معلش يا استاذ. من الوكيل للتاجر الصغير
اللي موجود قد كده مفيش حد النهارده يشتغل ببلاش. ما هو لو هيشتغل ببلاش ما يقفل. طب عشان كده لازم يشتغل عشان نخش في التفاصيل. حضرتك بتشتغل جنبية. عشان تاخد راتب، هو بيشتغل عشان يكسب طبيعي. بص ما يكسبش 100%. مين اللي قال فندم هو يقفل؟ لو 100% هيقفل ليه؟ لو 50% هيقفل ليه؟ واكيد في منافس مستحيل. خلينا بس نجاوب على ده. الوقت اللي احنا فيه ده انا هسالك سؤال. النهارده اللي كان الوكيل اللي كان بيجيب 10,000 عربيه وبقى 1000 عربيه، هل ده هنا ايراداته قلت 90%؟ هل مصروفاته قلت 90%؟ لا لا. التاجر اللي كان بياخد 100 عربيه وبقى بيبيع 10 عربيات النهارده، هل مصروفاته قلت 90%؟ طيب لا. اسمع خالد بيه عشان دلوقتي بس عشان ما نخرجش برضه النقطه اللي احنا بنتكلم عليها. احمد بيه سال سؤال مهم جدا، وده احنا لازم نفصل برضك النسب اللي هي السوق، اللي هي مين بيشتغل في النهارده في السوق المحلي، اللي هي العربيه بتاع الاقتصاديه. العربيه الاقتصاديه بتمثل 70% من السوق المصري. النهارده العربيه الاقتصاديه اللي هي 70% 70% اللي هي اقل من 1600 سي سي. النهارده العربيه دي اللي هي كام وصلت النهارده سعرها؟ بتبدا من 350 ممكن توصل لغايه 700. 700 فالنهارده دي اقتصاديه. دي اقتصاديه. ما هو عندك من 350 خلاص انا بس المعلومه دي اقتصاديه. دي مو في حاجه ثانيه بتوصل اعلى كده. النهارده العربيه دي بتتحمل بضرايب وجمارك حوالي 62%. فالنهارده ال 62% على قيمه العربيات اللي هو النيش ماركت اللي قال عليها اسامه بيه دي بتمثل من 5 ل 7% في العربيات العاليه قوي. لكن احنا بنتكلم على 70%. نظرا 70% دول بيزيد عليهم من 62% بالظبط ما بين ضرائب وجمارك على العربيات اللي هي مش معفاه، غير معفاه. يعني العربيات اللي بتيجي من اسيا وبتيجي من اسيا اوروبا معفيه، تركيا معفيه. فالنهارده في ارقام بتقال. يعني انت حضرتك لو قارنت سياره اللي بتستورد لدول الخليج وقارنتها بمصر كقيمه سعريه بين بلدها هتلاقي نفس القيمه، مفيش اختلاف. الاختلاف بس اللي بيضاف عليها هي قيمه الضرايب وقيمه الجمارك وقيمه التمويل اللي بيتحملها التاجر او الشركه او الوكيل اللي بيستورد العربيه. فده هو الفرق اللي بيحمل ويكلف على سعر السياره، الفرق بين هنا وبين اي دوله ثانيه. طيب خليني اروح وارجع للاستاذ جابر، ولكن اللي معروض دلوقتي تقريبا فيه ولا مفيش معروض؟ قليل جدا. قليل جدا لان المخزون بيقل. ده لا تسبب يعني في عربيات جديده في مصر. ده تسبب هسالك 23 نزل. لسه انا هقول لك، لسه حضرتك واخدها من احنا 23 ده يمكن قابلتنا وانت حضرت معايا حلقه السنه اللي قبل اللي فاتت، كانت طلعت العربيات ال 23 دي في شهر 3 وحصلت شكوى ان بلغوا وزير التجاره والصناعه ان يجب السيارات ديت ما تكونش موجوده قبل شهر 7. نعم مظبوط. السنه دي احنا خلاص السنه قربت تخلص. هل حد شايف 23؟ هل في عربيات 23 مش موجوده؟ ده يؤكد ايه؟ ده يرد على الناس اللي بتطلع تزايد وتقول لا ما فيش ازمه غير عندنا. لا، مصر جزء لا يتجزأ من هذا الكون. الازمه عالميه، التصنيع بره فيه مشكله، الاتحاد روسيا النهارده اللي كان فيه تصعيد على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، تصعيد غير عادي. بتدي 60% من الغاز لمصانع الاتحاد الاوروبي. نعم. كل المصانع متاثره. نعم. هقول لك حضرتك على حاجه. حتى العربيات المجمعه محليا عندنا النهارده فيها زياده في السعر. هي بتعاني من مشاكل، بتعاني من قطع غيار، بتعاني من مقاونات انتاج. طبعا. وده اللي يخليني اقول لك ايه، ان في الفتره دي فتره حرجه جدا، يجب على المسؤولين في الدوله يتنبهوا للمصانع دي. المصانع دي هي اغلى حاجه عندنا دلوقتي، عايزين نحافظ عليها، عايزين نحافظ على استمراريتها. اللي بيجمع العربيات اللي مش عاجبنا. لا، اللي مش عاجبنا ده عايزين نحافظ عليه. طبعا. عشان ما يقفلش. النهارده في مصانع بعينها زادت قد ايه؟ بعد ما لا هي طبعا هي اقل بكتير جدا من العربيات المستورده. يعني النهارده العربيه المحلي ممكن تزيد لها 30,000 جنيه، ممكن توصل لغايه 100,000 جنيه. عكس العربيه المستورده اللي ممكن توصل ل 600,000 و500,000 جنيه زياده. طبعا، لان طبعا المعروض بينها قليل جدا. المنتج المحلي النهارده ممكن تسلم بعد اسبوعين بعد ثلاثه. العربيه المستورده ده ممكن تقعد 6 شهور سنه ما تسلمش. طب ده مش يشجعنا برضو نشتغل اكتر؟ ده يشجعنا. ما هو ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله، لازم اكتر نفتح مصانع اكتر. ده يشجعنا طبعا انه في طلب على العربيات. طبعا وهيفضل في طلب. هي مشكلتنا كانت زمان يقول لك ايه، انا احب اشتري العربيه اللي بونيطه اللي هي عربيه المستورده بالكامل. النهارده خلاص ما بقاش حاجه اسمها كده. انت النهارده عندك عربيات بتصنع في نفس الوقت اللي بتصنع فيه عالميا. الاول كانت تصنع عربيات مثلا موديل قديم، موديل مثلا بقى قعد عليه سنتين، تصنع نفس النموذج ده في نفس الوقت اللي بتصنع فيه في دولته. فيعني عندنا مصانع النهارده ما شاء الله بتصنع العربيه اللي بتصنع في نفس الوقت في دولتها. فاحنا النهارده عندنا الامكانيات وعندنا القدره عندنا، بس هي محتاجه مننا ان احنا نتكاتف كلنا ان احنا نشتغل على الصناعه المحليه. طيب خلينا عشان نبقى خرجنا بس بالنتيجه قبل ما نختم، نعمل يعني ايه اللي احنا نيسره او نقدر نوفره او نقدر نعدي هذه الازمه بايه؟ بحلول لقطع الغيار يعني. بتكلم على مجال قطع الغيار بالنسبه لحضرتك. بالنسبه لقطع الغيار طبعا يعني هو الازمه الدولار، توفير الدولار حتى للمستورد.
نسهله الدولار، نسهله الاجراءات بتاعه يعني الاستيراد نفسها. نعم. يعني احنا بنيجي نستورد قطع غيار واحنا بندخلها فعلا بنعاني. يعني بيبقى في روابط وفي حاجات يعني بتخلينا نخاف نجيب قطعة الغيار. في حاجات مثلا بتعدم وهي اساسا يعني نتيجة الفرامل بيخش النهارده يقول لك لا ده غير مطابق وبيعدم. مع انه جاي عن طريق مصنع. مش دلوقتي في اجراء قبل ما بتجيب اي حاجه؟ مزبوط. لازم وفي موافقات وفي مواصفات معينه. مظبوط. وبياخدوا عينه وبيحللوها. ما انت كمان مش هتجيب اي حاجه وترميها في مصر؟ لا طبعا. يعني. لا ما لازم اجيب مواصفات. ما انا بجيب مواصفات الاوروبيه حتى قياسيه. قياسيه وسعر. لا بتجيبوها نفس مواصفات وبعدين تتعدم ولا بتبقى لا 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 لا. هو يعني لا بتبقى في حاجات مش طبعا مش مطابقه اكيد مش مطابقه. ما المطابق ده احنا مش عايزينه بصراحه. لا لا. احنا مش هيجي اي حد يعمل اي حاجه يرميها هنا. لا, 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 لا احنا لازم نجيب الحاجه المظبوط. مظبوط. ولازم كلنا نبقى موافقين على ده وبالعكس حمايه لينا ولينا كلنا. ما هو طبعا سلامه يعني انت راكب عربيه ومعاك اسرتك فاقل حاجه طبعا بتبقى اي اقل غلطه بتبقى فيها. طيب اروح للاستاذ خالد عشان كمان حلو عايزين نصل ان احنا التصنيع هو ده الحل اللي قدامنا. هو ما عندناش حل تصنيع غير العربيات في مصر. معلش غير ان احنا نهتم بدعم المستوطنين. اعمل 1 2 4. ايه اول واحد؟ طبعا ان انا ابتدي النهارده اشتغل على ان انا بدل ما ادور على ان انا استورد عربيه، لا انا استورد مستثمر او استورد الشركه نفسها المصنعه. نعم. تيجي تصنع معايا هنا ليه لا؟ انا عندي 19 مصنع حاليا، انا سهل عليا ان انا النهارده اجيب شركات ثانيه اخرى تيجي تشتغل. شايفين شركات عالميه كتير جدا بتحب ان هي تيجي هنا. ادي اول نقطه، يبقى انا اجيب المستثمر. كويس. ثانيا ان انا ابتدي افتح اسواق خارجيه. اللي انا صنعه مش ههتم بيه بالسوق المحلي فقط، لا ده انا اصدر منه للاسواق الخارجيه. ابتدي اعمل اتفاقيات، انا عندي اتفاقيات الحمد لله ما شاء الله تغزو العالم كله. فالنهارده انا ليه ما استفيدش؟ انا كل الدول اللي عامله معايا اتفاقيات هي المستفيد، انا مش مستفيد. انا بدخل عندي عربيات، انا ما بطلعش من عربيات. لا انا ابتدي اتاق وبدل ما اوفر فرصه عمل لبره ما اوفرها لجوه. بالظبط. انا هقدر النهارده المواصفات اشغل ناس هناك وادفع لهم وادفع دولارات ما اشغلهم هنا. بالظبط. النهارده بقول لحضرتك المواصفات القياسيه، النهارده ان احنا نهتم بان يكون عندنا مواصفات قياسيه، لان النهارده العربيه المنتجه محليا لو تم الاهتمام بالمواصفات القياسيه هقدر اصدرها وهقدر العالم كله يستقبلها. ما انت لازم تعمل حاجه تنافس. بالظبط. لكن احنا مشكلتنا ان دايما كده يقول لك ايه ما عندناش مواصفات، لا احنا عندنا المواصفات. نعم. بس لازم نهتم بيها. احنا عندنا الامكانيات، عندنا القدره، عندنا البنيه الاساسيه، وعندنا دوله بتدعمك وتقول لك انا النهارده بدعم البنيه التحتيه وهوطن الصناعه المحليه، فهنستفيد بهذه النقطه كلنا عشان نقدر نطلع منها. اسامه بيه، حلول سريعه في نقطتين ثلاثه سريعا. 1 2 3. شقين، جزء خاص بالصناعه، فاحنا لازم نسال نفسنا سؤال، هو احنا ليه ما بنصدرش؟ فاقول لك احنا ما بنصدرش ان احنا تقريبا عندنا عربيات تصنيع محلي هي اغلى من بره. التجربه المغربيه في تجربه منخفضه التكليف جدا جدا جدا. فلازم نتنبه ان المستثمر اللي بره لازم يعمل دراسه جدوى يعرف ان هو هنا لما يصنع هنا هتبقى التكلفه منخفضه جدا جدا. لازم المجلس اللي تم تدشينه ده. نعم. هو ليه المجلس ده؟ انا بسال سؤال يعني. كيان ضخم وناجح جدا جدا زي رؤوف غبور او منصور، الكيانات الضخمه جدا اللي نجحت وعملت مصانع وصنعت بصوره قويه جدا. ما تشاركوا يا جماعه الناس دي تتشارك في هذا المجلس عشان تستفيدوا من خبراتها. ده اعلام. نعم. بره بيحكوا عنها التجارب. نعم. الناجحه. نعم. يعني تجربه غبور دي تجربه ناجحه جدا نستفيد منها. انت كدوله مش هتعمل يدخل في مجلس زي ده يا فندم. يدخل في هو مش ممكن رجل اعمال حضرتك تاخده وزير تجاره وصناعه. نعم. وتستفيد من خبرته. نعم. ما تستفيدوا من خبرات الناس دي. نعم. ليه احنا في السياسه في عندك الوزير احمد سمير مش كده على سبيل المثال؟ ماشي. احنا عندنا في قطاع السيارات عايزين نطبق سياسه الانفتاح مش سياسه الانكماش. نعم. احنا كل حاجه بنتعامل فيها واحنا مقفلين يجب الغاء اي قرارات فيها بيروقراطيه. يعني الراجل عايز يعمل مصنع النهارده نساعده وندعمه ونديله ونوفر له طاقه باقل، نوفر له اعفاء باقل، كل ده بيساعد في جزء الخاص بالصناعه. نهتم جدا 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 70,000 جدا بمستلزمات الانتاج ومكونات الانتاج، لان هي دي اللي بتعمل العربيه. العربيه دي بتكونها من 22,000 جزء. النهارده لما تهتم بالمصانع الصغيره وتعمل انتاج عندنا شيء مؤتمر شيء اقتصادي جيد جدا عليه هيبدا قبل نهايه هذا الشهر. فده جزء خاص بالصناعه. جزء بالصناعه هو كله الصناعه. كل اللي انا بقوله لك ده خاص بالصناعه. الجزء الخاص بالتجاره بنقول يا جماعه لو سمحتم افتحوا المستعمل 3 سنين، افتحوا العربيات الكهرباء 3 سنين، الهايبريد 3 سنين، افتحوا العربيات الزيرو سنه واحده، دخلوا 2021 من فضلكم زيرو لانها اقل من ثمنها من بره. 20 و30 الاول دولار. الغي الاعتمادات المستنديه وافتح بسندات التحصيل زي ما كانت. بكره الصبح هيبقى في عربيات، مش هيبقى في مستهلك يصرخ ويقول العربيه سعرها غالي. شكرين. شكرا. شرفتوني. شكرا يا شكرا 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 شكرا. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. اشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.